بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كالعادة حلقة جديدة من البيت الكبير، كل يوم بيبقى عندنا أخبار كثيرة وأخبار هامة جدا. ولكن في بداية هذه الحلقة بوجه التهنئة لمنتخب مصر في على الفوز الثاني في التجارب الودية على منتخب ليبيريا 3-0، والحقيقة 3 أهداف حلوين. المباراة حلوة، هتقول لي منتخب مصر يعني بيلعب فرق أقل منه، بالفعل هي فرق أقل وكل حاجة، ولكن دائما وكنا دائما بنتكلم في هذا الأمر إن في المباريات أو في الأجندة الدولية يجب أن يكون هناك مباريات مهمة، ويجب أن يكون يوجد مباريات للمنتخب حتى نقدر نعلي تصنيفنا خلال أي سنة بتلعب فيها أو أي شهر بتلعب فيه، بتلعب فيها مباريات ودية في الأجندة الدولية، مهما كان الفريق اللي بتلعبه أو مهما كان المنتخب اللي بتلعبه، فتصنيفك بيعلى، النقاط لمنتخب مصر بتعلى، وبالتالي التصنيف في آخر الموسم أو في آخر الشهر بيعلى، وده بيخليك تروح لحتت أفضل بكتير جدا جدا من الفترة السابقة. وبالمناسبة بنعتذر عن الخطأ اللي حصل هنا في هذا البرنامج، في برنامج البيت الكبير، وكامل التقدير لكل اللاعبين اللي احنا بنتكلم عنهم، سواء إياد العسقلاني لاعب منتخب مصر الأولمبي ولاعب النادي الإسماعيلي، وإسلام المزين لاعب منتخب مصر الأولمبي ولاعب النادي المصري البورسعيدي. الحقيقة في المنتخب الأولمبي هؤلاء اللاعبين في المنتخب الأولمبي، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. الكل بيضع آمال كبيرة جدا 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 على المنتخب الأولمبي، على جيل جديد من اللاعبين، إياد العسقلاني وإسلام من اللاعبين، إسلام المزين من اللاعبين اللي الكل بينظر لهم كلاعبين جدد وبتقدير كبير، وشايفين إن هم مواهب هتفيد أو هيستفيد منها الكرة المصرية وهيستفيد منها منتخبنا الأولمبي، سواء إياد مع النادي الإسماعيلي أو إسلام مع النادي المصري. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي إن شاء الله في الفترات القادمة، ودايما هنبقى متابعين لمنتخبنا الأولمبي ونقف في ظهره، لأنه ده هو المهم، هو الأهم خلال الفترة الجاية، منتخب مصر الأول طبعا، وأيضا منتخبنا الأولمبي وباقي المنتخبات الوطنية بالطبع. يعني منتخب الشباب ومنتخب الناشئين برضو عندهم مسابقات وعندهم تصفيات خلال هذه الفترة، فبنعتذر مرة أخرى عن الخطأ اللي حصل امبارح، وده شيمة النادي الأهلي. دائما عندما يكون هناك خطأ يجب أن يكون هناك اعتذار، واعتذار واضح من البرنامج لهذا الخطأ اللي حصل امبارح. طيب النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة موسم بلا جدول. يعني ايه؟ تخيل حضرتك ان حتى هذه اللحظه، حتى اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها، لا يوجد جدول للموسم القادم. موسم من المفترض ان يبدا يوم 16 اكتوبر المقبل، يعني كمان يمكن اقل من اسبوعين. خلاص؟ ولحد دلوقتي قرعه الدوري لم يتم اجراءها. حاجة غريبة بالنسبة لي، لكن أنا طبعا بشكل شخصي بثق في أداء رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب. اجتهدوا الموسم اللي فات وعملوا لنا شكل مختلف في أول تجربة ليهم لإدارة مسابقة الدوري الحقيقة. فهتقول لي طيب أنت طالما واثق بتتكلم ليه؟ أنا واثق ولكن أنا أتمنى، أنا شفت حاجة كويسة السنة اللي فاتت، أتمنى السنة الجاية يكون الأفضل دائما موجود. أتمنى إن السنة الجاية لما نيجي نتكلم ما نتكلمش عن ارتباطات بيتم تأجيلها أو دوري بيتم تأجيله، زي ما شفنا قبل كده في أمور أخرى حصلت الموسم اللي فات، لأنه برضو كلنا منتظرين أو النادي الأهلي تحديدا منتظر جدول الدوري، لأنه مرتبط بحاجات كتيرة جدا، مش فكرة أنا هلاعب مين، ولكن فكرة تحضيرات كثيرة جدا دائما بتكون مرتبطة بجدول المسابقة وتوقيت المباريات. بالمناسبة وحسب التصريحات الصحفية امبارح للواء ثروت سويلم عضو الرابطة، قال ان القرعة هتكون قبل يوم 7 من قبل يوم 7 في الدوري عشان الدوري العام. طب هل ده وقت كافي؟ يعني عندما يكون يعني يوم 7 قبل يوم 14 الدوري، فيبقى قبلها بسبعة ايام. طيب هل ده ممكن، هل ده وقت كافي؟ وسؤالي لحضراتكم، وخلينا نتكلم، انا دايما بحب اتناقش، هل الموضوع ده حقيقي ولا لا؟
انا عندي ماتش في الدوري ابطال افريقيا وعندي سفر لتونس، وبعد كده انا نادي كاهلي كنادي اهلي عاوز اعرف مواعيد مبارياتي فين والمنافسين بتوعي مين، لانه بتختلف. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك، لما يبقى عندك الاربع خمس مباريات الاولى ضد انديه صعبه في الدوري، كل الانديه صعبه وكل الانديه، ولكن من الناحيه الفنيه، انا بتكلم من الناحيه الفنيه، يعني لو في اول مباراه هتلاعب اكس نادي، مباراه غير لما تلاعب فريق اقل منه مثلا، يعني انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يقول الكلام، الاعداد دائما بيكون مختلف. يعني ايه الاعداد بيكون مختلف؟ يعني انا حضرتك جاي النهارده علشان او الاسبوع الجاي عندي مباراه، الاهلي بيلاقي النادي الاسماعيلي، الاهلي بيلاقي نادي الزمالك، الاهلي بيلاقي نادي بيراميدز. انا هتكلم عن الانديه اللي بتلعب او الاربع خمس انديه اللي كانوا في المربع الذهبي السنه اللي فاتت، طبعا الاسماعيلي ما كانش منهم، لكن فيوتشر، هل لما تلعب الفرق دي زي ما هتلعب الفرق اللي كانت اقل في الترتيب؟ لا طبعا. فبالنسبه لي لازم احلل المنافس اللي قدامي، لازم اعرف الاحمال التدريبيه هتكون ازاي، ولا انا لازم اتفاجئ؟ يعني اللي هو اصحى من النوم الصبح الاقي يا جماعه احنا عندنا قرعه الدوري كمان اسبوع الاهلي هيلاعب الزمالك مثلا في اول مباراه، لانه اللي اتقال ان القرعه لن تكون موجهه، وبالتالي من الممكن جدا جدا ان انت تجد اول مباراه اهلي وزمالك زي ما لعبت السنه اللي فاتت الزمالك الاسبوع الثالث. فما فيش قرعه موجهه، ان القرعه زمان كانت ايه؟ ان الاهلي والزمالك اخر مباراه في الدور الاول واخر مباراه في الدور الثاني. لكن دلوقتي لا، دلوقتي القرعه بتتلعب او بتتعمل ويطلع زي ما يطلع، الاهلي يلعب الزمالك اول مباراه، الاهلي يلعب الاسماعيلي ثاني مباراه، الاهلي يلعب فيوتشر مثلا ثالث مباراه، الاهلي يلعب بيراميدز رابع مباراه، اوكي يبقى هو ده اللي هيمشي. طيب لما اجي اعمل اعداد انا كمدير فني او كنادي اهلي، لما اجي اعمل اعداد لهذه الفرق زيها زي لا بتبقى الامور اقل شويه. وبعيدا عن تسميه اي نادي مصري، يورجن كلوب في ليفربول بيبقى عارف من بدري قوي منافسينه او منافساته طول الموسم وتوقيتات وايام الراحه بين المباريات وفترات التوقف، وبالتالي اكيد بيبقى عارف القرعه بقعته بيلعب مع مين، مع مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا ارسنال وتوتنهام وتشيلسي ورا بعض. تخيل ان الفرقه دي كلها ورا بعض، ليفربول بيلعب الفرقه دي كلها ورا بعض، اكيد الاحمال التدريبيه هتختلف. على فكره ده كلام واقعي وعلمي وله فلسفه وله دراسه، ولو المنافسين يعني مختلفين في ترتيب مبارياتهم بيكون في تعامل مختلف من يورجن كلوب وجهازه المعاون. انما مش قبلها باسبوع حضرتك تفاجئني وتقول لي يعني هنعمل 1 2 3 او المباريات او القرعه هتبقى 1 2 3. تخيل كده لو القرعه بيني وبين حضراتكم بتاعت الدوري الانجليزي، خلينا نتكلم على الدوري الانجليزي، جت زي ما زي ما تخيلناها كده مع ليفربول، اول مباراه مانشستر سيتي وبعد كده مانشستر يونايتد وبعد كده، لو انا رحت ليورجن كلوب كده وقلت له بعد 6 ايام انت هتلاعب مانشستر سيتي الاول وبعد كده يونايتد وبعد كده الارسنال وبعد كده توتنهام وبعد كده تشيلسي ورا بعض ويومين ما بين كل مباراه والتانيه، تخيلوا رد فعله هيكون عامل ازاي؟ هل في مشكله لو تم اعلان جدول مسابقه الدوري قبلها بفتره؟ يعني هو الموضوع هو مش ال 18 فرقه معروفين؟ حلو جدا. هتقول لي عشان الملاعب، تمام. لكن هل من الممكن ان احنا نكون ال 18 فريق معروفين، نعمل القرعه ونقول لل 18 فريق يا جماعه تعالوا نعمل القرعه من دلوقتي وتبقى الناس عارفه راسها من رجليها خلال الفتره اللي جايه؟ بالمناسبه انا دايما لما باجي اتكلم طبعا بتكلم عن النادي الاهلي وكل حاجه، ولكن الغرض في هذا الامر ان انا سالت مديرين فنيين كبار وكتير موجودين في الدوري قالوا لي لا طبعا الموضوع قبلها باربع خمس ايام يا اسلام هيكون في صعوبه، لانه ممكن يعني ما كنت بكلم حد بره النادي الاهلي مدير فني لفريق بره النادي الاهلي فبساله بقول له هل ده طبيعي؟ ما عشان اطلع اتكلم مع حضراتكم لازم اكون فاهم الموضوع ماشي ازاي، فبقول لهم هل ده طبيعي؟ فقال لي لا طبعا، هو انا كفريق، هو فريق مش اهلي ولا زمالك، فبقول له قال لي لو انا كفريق لو هلاعب الاهلي الاول وبعد كده الزمالك وبعد كده بيراميدز وبعد كده فيوتشر، هو قال لي كده،
غير لما هلاعب فرق اقل في المستوى الفني من الفرق دي، هيبقى الموضوع مختلف بالنسبه لي. مدرب واثنين وثلاثه لقيتهم بيتكلموا، طيب قلت له طب ايه هي المعوقات اللي ممكن تكون موجوده علشان تعيق ان الرابطه تعمل القرعه دلوقتي؟ قال لي معرفش. معظمهم قال لي معرفش، ولكن البعض قال لي ممكن يكون الملاعب. ممكن يكون الملاعب، نحن لسه مش عارفين نحدد، بعض الانديه مش عارفه تحدد الملاعب بتاعتها. فيمكن هو ده اللي يكون العائق اللي مخليه. طب قلت له او احنا بنتكلم مع بعض، قلت لهم طيب يا جماعه ما خلونا نعمل القرعه والناس تبقى عارفه، انتوا حضراتكم كمديرين فنيين تبقوا عارفين هنلعب ازاي او ترتيب المباريات ازاي والتوقيتات والملاعب. ان شاء الله في خلال الاسبوع ده كل حاجه تبقى، يعني لو حتى قبلها باسبوع ما فيش مشكله. الدوري الانجليزي مثلا جدول مبارياته معلن من الموسم اللي فات، لانه في سيستم واضح. سيستم واضح ما فيهوش بقى اصله النهارده كذا وبكره كذا وبعده كذا، لا. لانه خلي بال حضرتك انا عندي اهلي، زمالك، بيراميدز، فيوتشر، الاربع فرق دول بيلعبوا في افريقيا. الزمالك تأهل من دور 64 لدور ال 32، الاهلي هيلعب في دور ال 32، بيراميدز هيلعب في الكونفدراليه، وايضا فيوتشر هيلعب في الكونفدراليه، لعب المباراه الاولى هيلعبوا المباراه الثانيه. فالفرق دي انا بعتبرها مزنوقه شويه او هتلعب مباريات اكتر من بقيه مباريات فرق الدوري على الاقل في الاسبوعين ثلاثه الاولانيين. انا مش بطالب حضرتك انك تبقى زي الدوري الانجليزي طبعا من اول سنه، بس بطالب حضرتك انك تتفادى اي ديفوهات شفتها في اداره المسابقه في الموسم اللي فات. الموسم اللي فات بعيدا عن التحكيم طبعا، الموسم اللي فات الرابطه، انا على اتصال دائم بكل اعضاء الرابطه ومن اول النائب احمد دياب وكابتن عماد متعب واللواء ثروت سويلم وكل الناس بتكلم معاهم وبتواصل معاهم او بحاول ان انا دائما اتواصل معاهم عشان نعرف الظروف ايه. فالمجهود اللي بذل السنه اللي فاتت هو مجهود جيد جدا، عايزينه بقى السنه دي يبقى مجهود رائع وممتاز عشان نقدر او نطلع نشيد بحضراتكم. عشان كده كنت اتمنى ان يكون اجراء قرعه الدوري الممتاز بدري عن كده شويه، والانتهاء منها لوضع النقاط فوق الحروف لجميع الانديه. خلاص بقى انا كرابطه عملت لكم القرعه، اتفضلوا مين هيلعب مين ومين هيعمل ايه الفتره اللي جايه. الملاعب هي اللي قد تكون عامله الموضوع ده، ان شاء الله الملاعب في اقرب فرصه لغايه لما نشوف، ااجل اعلان الملاعب يعني. لانه اسبوع في رايي وفي راي كثير من المديرين الفنيين للدوري العام المصري اللي اتكلمت معاهم النهارده شايفين ان ده اسبوع غير كافي. اسبوع غير كافي. فنتمنى ان شاء الله، اتمنى ان يصل صوتنا الى النائب احمد دياب، ان شاء الله يصل صوتنا ليه ولاعضاء الرابطه علشان نتكلم معاهم ونقول لهم يا جماعه احنا معاكم، احنا واقفين معاكم. لما بنطلع نتكلم ساعات بننتقد، لكن لما بنلاقي حاجه كويسه بنطلع نقولها. دايما انتقادنا بيكون لاساس، يعني بنقول لحضراتكم احنا بننتقد اداء، اساسنا في الانتقاد هو الاداء. يعني ما هو، هو على فكره هو انا انتقدت اتحاد كره القدم خلال الفتره السابقه مثلا، يعني قلت انه اتحاد كره القدم عمل وخلى وسوى والحاجات اللي انا قلتها لحضراتكم الفتره اللي فاتت دي، لكن قبلها طب ما احنا لما اتحاد كره القدم جاب فيتوريا وجاب ميكالي قعدنا هنا 3 4 ايام جبنا زي طبله وقعدنا نطبل. يعني انا بهزر طبعا، لكن انا اقصد ان انا يعني دايما مش واخد اتجاه سلبي ابدا، انا بالعكس انا لما بلاقي حاجه كويسه وده اللي نتمناه، ده اللي نتمناه. لكن لما بلاقي حد بيغلط، حضراتكم عايزيني مش 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 جمهور الاهلي طبعا، ولكن انا بتكلم على اي مسؤول، يعني حضرتك عايزني اشوف الغلط واسكت؟ مش هينفع، وخصوصا لما يبقى الغلط ده قدام ضد النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي ما ينفعش، وضد مصلحه الكره المصريه مش هسكت. واوعى تفتكر او اوعى حد يفتكر ان انا ممكن بكلمتين من هنا وكلمتين من هنا وكلمتين من هنا، انا ما بتضايقش الحمد لله، لان انا عارف طريقي كويس ومفيش على راسي بطحه، فبطلع اقول اللي انا شايفه صح. فمثلا
الحاج عامر حسين كان له تصريح خلال الساعات السابقة بخصوص استئناف الدوري بشكل طبيعي في توقيت تصريح معانا اهو على الشاشة في توقيت نهائيات كأس العالم. أنا متفاهم طبعا الحاج عامر بالمناسبة واحد من الناس العبقرة في اختيار ان هو ازاي يقدر يظبط التوقيتات بالنسبة لي أنا بتكلم عنه. شوف أنا بقول إيه وهو الراجل ده هو يعتبر من الناس اللي مربياني خلاص، لكن ساعات كتيرة بنتقد الحاج عامر في أمور ويكلمني يقول لي لا إسلام في كذا نتناقش أقول له كذا 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 على فكرة يعني. فالحاج عامر متفاهم إن هو يقصد إن هو عايز ينهي المسابقة بدري أو في وقت مناسب ويستغلوا عدم مشاركة منتخبنا في كأس العالم لاستئناف الدوري ولعب مجموعة من الجولات بدلا من التوقف يعني كما يحدث في كل أنحاء العالم. وأعتقد أن معظم المشاهدين عندهم الثقافة الكروية وعارفين أن وقت بطولة كأس العالم بتتوقف كل الدوريات المحلية على مستوى العالم. يعني إيه؟ يعني الشهر ده من أول يوم بداية كأس العالم لنهاية كأس العالم كل المسابقات المحلية على مستوى العالم بيتم إيقافها. ولكن ممكن جدا يحصل استثناء من الفيفا وده اللي بيسعى له اتحاد كرة القدم حسب تصريحات الحاج عامر. طب بس السؤال نادي زي النادي الأهلي مثلا لو عنده حتى لو لاعب بلاش الأهلي الزمالك الإسماعيلي الفيوتشر بيراميدز أي من هذه الفرق عنده لاعب واحد موجود في نهائيات كاس العالم. يعني انت عندك في الاهلي علي معلول مع منتخب تونس بالمناسبه كان بيلعب مع البرازيل في مباراه وديه وكانت المباراه لغايه لما سبتها كانت 3-1 يعني فكانت 3-1 للبرازيل. ف ليه حضرتك تحرم النادي الاهلي وانديه تانية خلص 4-1 4-1 المباراه انتهت لصالح البرازيل 4-1 ليه حضرتك تحرم انديه تانية أو النادي الأهلي وأندية تانية لو عندهم لعيبة محترفين بتلعب ودفعوا لهم مبالغ طائلة للتعاقد معاهم؟ هتقول لي على ماتش أو ماتشين هقول لك لو على 10 دقايق. ما هو أنا بدفع المرتبات دي يا فندم، ليه حضرتك تحرمني منهم أو تحرم الأندية منهم؟ أصل هتقول لي ده أصله هيكون لاعب واحد أو اتنين لعيبة بالكتير وده مش مؤثر. أنا بشوف إن ده مؤثر، وجهة نظري أنا الشخصية إن ده مؤثر. امال انا بشتري المحترفين من بره ليه؟ ما يمكن اللعيب ده ما عندوش بديل عندي، او ده اللعيب اللي انا ببني خطتي عليه في الملعب مثلا. الحاج عامر كانت تصريحاته واضحه، هي ان مجلس اداره اتحاد كره القدم كلف المدير التنفيذي بمخاطبه الفيفا وده تم بالفعل بالمناسبه يعني لطلب استثناء لخوض مباريات الدوري، وقال مش هنوقف الدوري علشان اتنين لعيبه وما سالناش الانديه لان المصلحه العامه ما فيهاش سؤال، والاحسن لينا ان احنا نكسب وقت اللي هو مده شهر التوقف. طب يا حاج عامر هي الانديه، ما هي الانديه دي يا حاج عامر هي انديه الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم وهي اساس مسابقه الدوري الممتاز، وبالتالي لابد من رابطه الانديه برضو يكون لها دور وتاخد راي على فكره. ما ممكن الانديه كلها توافق، ما اعرفش انا ما اعرفش راي الاهلي. ما انا زي ما قلت لحضراتكم انا لما بطلع اتكلم بطلع النادي الاهلي له مسؤولين ومن يتكلم عنه، لما بيبقى النادي الاهلي عايز يتكلم بيقول لنا بنقول النادي الاهلي بيقول كذا، لكن ممكن يكون النادي الاهلي موافق وممكن ما يكونش موافق ما اعرفش. فليه يعني ليه يا فندم ما تاخدش رأي الأندية في قرار زي ده؟ لأن الحاج عامر قال لو الفيفا ما وافقتش على الاستثناء ده هنلعب بالكاس وكاس الرابطة اللي هيبقى المرة دي بخروج المغلوب عشان يعني ما فيش وقت. الكاس وكاس الرابطة يعني خصوصا كاس الرابطة ممكن جدا نتقبلها. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك لأنه كاس الرابطة كده كده أنا ما بلعبش بال يعني أنا بتكلم على التجربة السابقة، التجربة السنة اللي فاتت حصل فيها إنه كل الفرق أو معظم الفرق تقريباً لعبت بالناشئين فيما عدا المباريات النهائية والقبل النهائية. لكن معظم المباريات التانية معظم الفرق لعب النادي الأهلي لعب بالناشئين. فممكن أتقبل فكرة كأس الرابطة لكن الدوري معرفش. يعني أنا بتكلم على الأهلي عنده علي معلول هنعمل إيه مع علي؟ وأليو ديانج
بس هو اليو دانج صحيح مش في كاس العالم، فمش هتفرق يعني. هو علي معلول صعد صحيح على حساب اليو ديانج، وبالتالي علي معلول هعمل معاه ايه؟ لازم نبقى واخدين بالنا من مثل هذه الامور. هل ده معناه ان انا بنتقد الحاج عامر حسين؟ ابدا، انا موضوع شفته قلت فيه رايي. لكن لما نيجي نتكلم هيقول لي اسلام والله الوضع كذا، هقول له والله ده رايي كذا كذا، وصلنا لحاجه هتلاقوني بطلع اقول لحضراتكم ما وصلناش، خلاص. برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها مع حضراتكم امبارح مثلا موضوع الحكام. لقيت تصريح للكابتن للحكم الدولي الكابتن السابق الكابتن محمد الصباحي على قناة المحور، بيقول فيه ان هو تاني قعد مع الاستاذ جمال علام. انا قلت لحضراتكم كواليس القعده قبل ما يتم الاعلان عنها، قعد مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ووعده بحل الازمه، وانه والاستاذ جمال علام يعني وعد الكابتن محمد صباحي انه هيحل الازمه، ولكن الكابتن محمد صباحي شايف ان الاستاذ جمال علام هيحل الازمه ويرجع الصباحي كابتن محمد الصباحي للقائمه الدوليه. طب لو كابتن محمد الصباحي او غيره كويس ويستحق، ما دخلش القائمه ليه من الاول؟ انا على فكره ما اعرفش، ما تقوليش اصل انت انا ولا ده مش هجوم على كابتن محمد الصباحي، يعني ليه ما ياخدش حقه؟ ياخد حقه، لو هو ما خدش حقه يرجع له حقه ماشي. لكن طب هو لو الكابتن محمد او غير الكابتن محمد يستحق التواجد مش موجود ليه؟ طيب هل التقييم تم على اساس اللجنه السابقه ولا التقييم تم على اساس كلاتنبرج؟ انا ما اعرفش، لان التقييم بيبقى 12 شهر، فكيف تم التقييم؟ دي شروط الفيفا مش شروطي انا. طيب هل الاستاذ جمال علام وهو شخص محترم ممكن يكون بيحل الازمه مثلا او بيهدي الدنيا دلوقتي لغايه وقت معين؟ لكن انا قلت لحضراتكم امبارح ان انا ممكن اغير في القائمه الدوليه دي لغايه يوم 31 ديسمبر، وحذرت من فكره احباط تجربه كلاتنبرج باجراء تعديلات على القائمه الدوليه للحكام. هتقول لي هو ينفع؟ اه طبعا ينفع، طبعا ينفع. طب هل التصريحات دي ممكن يكون لها تاثير سلبي على التجربه؟ معرفش. طيب لو هتدخل الكابتن صباحي اذا كان يستحق فهو هنقف في ظهره، ما يستحقش هنقول. طيب هتستبعد مين لو دخلت كابتن صباحي؟ طيب لو دخلت كابتن صباحي واستبعدت اسلام مثلا، فاسلام ده هيبقى هيسكت؟ طب ما هو هيجي يقعد مع الاستاذ جمال علام، والاستاذ جمال علام هيحاول، هنخش في دايره البيضة ولا الفرخ؟ مين الاول؟ اسئله كتيره محتاجين اجابه من اتحاد كره القدم ومن كلاتنبرج ولجنه الحكام اللي بتشتغل معاه. في برضو ناس بتتكلم عن ان الكابتن حماده القلاوي قالوا ان هو يعني انه مش موجود في القائمه، واكيد في حكام بيكونوا شايفين نفسهم اصحاب حق في دخول القائمه. ولكن ارجع واكرر تاني اللي قلته امبارح، الاهم من كل ده ومن خناقه القائمه الدوليه والكلام ده كله، ان احنا نشوف اداء افضل للحكام ومنظومه التحكيم في الموسم القادم. هو ده اللي بالنسبه لي الاهم، هو ده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لكل الانديه هو الاهم خلال الفتره اللي جايه. فيا رب اتمنى يا رب كل التوفيق لهذه التجربه وتجربه كلاتنبرج، تجربه مهمه اتمنى انها تستكمل. ولكن هل ده معناه ان احنا للمره المليون بقول هذا الكلام، هل ده معناه ان احنا لن ننتقد كلاتنبرج اذا اخطا؟ هنقول انا اول واحد في هذا البرنامج على الرغم من اقتناعي بكلاتنبرج ومن تجربه الحكم الاجنبي او تجربه المشرف على لجنه الحكام الاجنبي، لكن انا حذرت في الوقت ده نفسه من حوالي شهرين ثلاثه لما تم الاعلان، وقلت لحضراتكم حذرت من بعض الحاجات معينه، وقلت ان هو متعاقد مع رابطه الانديه اليونانيه، وان هو ممكن يسافر اليونان كتير ويبقى وجوده في اليونان اكتر، لكن الاتحاد نفى هذا الكلام. ولكن ده شفناه على ارض الواقع وايه اللي حصل في هذا الامر. وبالتالي انا ما عنديش مشكله ان انا انتقد، وده مش معناه خلاف ابدا ابدا. احنا نفسي اطلع حلقه اشيد بكل ما يحدث، طالما الحاجات اللي حواليا كلها كويسه في اتحاد الكوره او في غير اتحاد الكوره، ما انا هطلع اقول هايل ورائع وكويس والكلام الحلو ده. لكن طالما في امور غلط بتحصل ها لازم هنتقد الاداء. يعني
واتمنى ان ما حدش يشخصن اي حاجه بتتقال في هذا البرنامج. يعني انا بسال حضراتكم، او انا سمعت الحقيقه ان الاستاذ ابو المعاطي زكي في على اليوتيوب حد اتكلم معاه، هو قال اتنين مسؤولين وقال بالاسم، الاستاذ جمال علام والاستاذ وليد العطار، اتكلموا معاه وشرحوا له ان موضوع القيد بتاع سيف الجزيري هو قيد حر، وشرحوا ليه وجابوا الاسم او جابوا رقم القانون اللي بيقول هذا الكلام من اللائحه بتاعه الاتحاد الدولي. طب حضراتكم ما قلتوش الكلام ده ليه لكل الناس؟ وبعدين قبل، طيب حضراتكم الكلام ده صح اللي هو قاله، لكن حضراتكم بتقولوا مش اسلام اللي قال ولا جمهور الاهلي ولا اي جمهور في الدنيا، لكن اتحاد الكوره هو اللي قال ان قيد حر. وبعدين إعارة بنية بيع وتم تفعيلها، ومرة قال لك ما عندناش مش عارفين. طب أنا أسد إيه التضارب ده؟ ليه كمية هذه الأخبار المتضاربة في هذا الأمر؟ وصدرة كلها عن مصدر واحد وهو اتحاد كرة القدم. فما تعملش اللغط وبعدين ترجع تزعل إن الناس بتنتقد هذا اللغط. هو الناس اللي بتتكلم او كل الاعلاميين هم اللي صنعوا الموقف، ولا حضرتك اللي صنعت الموقف بان انت قلت ده انتقال حر وبعدين رجعت قلت لا ده عقد وبيتم استكماله، اعاره ونيه بيع وكلام من ده وتم استكماله وده يجوز في العقد، وبعدين رجعت قلت تاني لا، حتى نادي المقاولين نفسه طلع رد دلوقتي بترد رد بتقول لا ده هو حر، بس اصل في بند في اللائحه رقم 20 ورقم 25 وده على لسان الاستاذ ابو المعاطي زكي. الحقيقه اللي انا بنسب له هذا الامر لانه انا سمعته عنده. ف طب ليه حضراتكم ما تطلعوش تقولوا مع الناس؟ انا هنا في هذا البرنامج امبارح وغير امبارح كمان قلت يا جماعه من فضل حضراتكم اي حد، والله لا توجد خصومه، اقسم بالله العلي العظيم لا توجد خصومه، ولكن احنا دايما حتى لو بننتقد بقسوه شويه من فضل حضراتكم اطلعوا وجاوبوا على كل هذه الأسئلة من خلال هذا البرنامج أو أي برنامج في قناة الأهلي أو أي برنامج في أي قناة، علشان تبقى الناس عارفة وفاهمة. لكن إحنا بنتكلم في أمور بتحصل من داخل الاتحاد، وبعدين ترجع تلوم عليا أن أنا، تخيل حضرتك أنا غلطت في خبر امبارح وطلعت اعتذرت النهاردة قلت لحضرتك أنا آسف جدا أن أنا طلعت، وده كان خطأ في يعني في الاوتو كيو كده بيبقى اسم مكان اسم او حد اهلي مكان اسم، كانت قصه كده بسيطه يعني، لكن طلعت انا طلعت في غلط، انا عندي شجاعه الاعتذار واقول ان انا غلط، ان انا بحترم الناس اللي بتتفرج عليا ايا كان انتمائهم بالمناسبه يعني. لكن هو حضرتك تقول لي حر وبعدين تقول لي عقده بيستكمل ومفيش مشكله، وبعدين ترجع تقول لي حر، وبعد كده ترجع تقول لي اصل حر بناء على البند رقم 20 من لائحه النظام في الفيفا الكذا الكذا، طب ما قلتش كده من الاول ليه؟ انا شخصيا بثق في الاستاذ جمال علام وفي طريقته في الكلام، فاتمنى ان الكلام اللي يوصله يرد عليه. ما عنديش مشكله ان يرد عندي او عند غيري، بس من فضل حضرتك عندك 107 مليون مصري بينتظروا الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، عايزين شفافيه في هذا الامر ووضوح في هذا الامر. ايه المشكله اما مجموعه الـ الاعلام او اداره الاعلام اللي موجوده في اتحاد كره القدم دورها ايه؟ مش دورها ان هي تطلع تتكلم معانا وتقول لنا؟ لما بنتكلم معاهم اذا كان في رد بيردوا بصراحه الناس، لكن لو ما فيش رد بيسكتوا. ف واللي تناولناه كله كان صادر من اتحاد كرة القدم وعن إدارة الإعلام في اتحاد كرة القدم. فمحدش يرجع يقول أصل أنت بتنتقد بنتقد ساعات بنتقد بقسوة من اللي أنا بشوفه. مش أنا لوحدي. كتير من الإعلاميين بينتقدوا بقسوة. يعني لما أعرف إن حضرتك باعت استدعى اللعيبة في أندية هما بيلعبوش فيها، ولو حد كلمني أنا هقول له مين؟ أنا مصدري مين؟ أصل أنا مصدري ما ينفعش يكذب. هيكذب ليه؟ مش هيعرف يعني، مش بيكذب لانه يعني ما هو مش في دماغه. هبقول لكم مين، بس لو حد كلمني وسالني هقول له مين وارجع اقول للجمهور مين. لكن بتطلع تنفي الكلام ده وهو حصل؟ هل ده طبيعي؟ على فكره مفيش مشكله تقول يا جماعه احنا اخطانا في الموضوع ده وان شاء الله الفتره اللي جايه مش هيحصل تاني.
عندي حد مسؤول عن القصه دي ما عندوش خبره لسه بيتعلم ونقول له يعمل كذا 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 وانا اسف، هيحصل ايه؟ والله ما هيحصل حاجه، بالعكس الناس كلها، انا شخصيا هحترم، لكن المكابره دي بتخلي الجمهور ياخد موقف من اللي بيحصل. هتقول لي انت متاكد قوي من الموضوع؟ ايوه يا فندم متاكد من الموضوع، متاكد جدا من الموضوع، ان انا واقف امام حضرتك وبتكلم كده يبقى انا متاكد مليون في الميه من الموضوع، لانه اللي قال لي وقال لي انا، ما قالش لحد، قال لي انا بوداني، وهو اللي مس يعني هو المعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم حاجات غريبه جدا بتحصل خلال هذه الفتره، وزي ما بقول كل مره صدقوني انا لا انتقد ولا يعني ما بحبش ابقى قاسي في انتقادي ولا حاجه، ولكن في النهايه حتى اذا كنت قاسي في انتقادي فانا دايما بحاول اتيح الفرصه لاي حد ان هو يطلع من خلال شاشه قناه الاهلي، هذه الشاشه المحترمه، عشان يقول وجهة نظره ونرد عليه بالمنطق وبالعقل بدون خناقات وبدون غلط في حد وبدون أي حاجة. أتمنى أن ده أو الرسالة دي توصل لحضراتكم للناس المسؤولة عن هذه الأمور، علشان إن شاء الله يكون في رد ونقدر نتحاور بشكل محترم خلال الفترة اللي جاية. النهاردة كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. قرارات جاهزة يا شباب؟ قرارات جاهزة؟ طيب، النهاردة كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، خرج بعد أو بعد نهاية هذا الاجتماع خرجت بعض القرارات. خلينا نطلع نشوف قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نقرأ أخبارنا، أخبار البيت الكبير. كل التحية مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وأيضا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض في الدقائق القادمة أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المهم المنعقد بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. القرار الأول هو الموافقة على اعتماد تكليف السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل إن شاء الله، لبدء رحلة بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في دور الـ 32. كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله أن تكون بداية موفقة ويعود النادي الأهلي إلى منصات التتويج بالبطولة 11 إن شاء الله بعد عدة أشهر من الآن. اثنين، اعتماد تكليف أيضا المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة من 28/9 إلى 10/10 إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري رقم 43. كل التوفيق لرجال كرة اليد في هذه المهمة الأفريقية أيضا. كذلك اعتماد الموافقة على تكليف الأستاذ طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة المشارك في البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر المقبل بإذن الله. كل الأمنيات الطيبة أيضا للفريق الأول لكرة السلة. القرار الرابع هو اعتماد تكليف المهندس محمد سراج عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد التي تشارك في كأس العالم للأندية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل بإذن الله. كل الأمنيات الطيبة بتمثيل مشرف للفريق الأول لكرة اليد، يعني عنده مهمة أفريقية ثم مهمة عالمية خلال الشهر القادم بإذن الله. خمسة، تم اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب بصفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والقاضي بتكليف يعني إحدى الهيئات الوطنية بتوريد وتركيب الألعاب المتميزة الخاصة بحدائق الأطفال في المقر الجديد للنادي الأهلي بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، وكذلك توريد تجهيزات غرف خلع الملابس بالتجمع الخامس، خاصة أنه الفرع بيشهد الآن حركة دؤوب تتعلق بتجهيز المكاتب والأثاث الخاص بالمنظومة الإدارية والأجهزة الفنية مثل الحاسب الآلي وغيره.
وايضا منطقه الحدائق وتنسيقها او ما نطلق عليه الاوت دور استعدادا للافتتاح خلال اسابيع قليله باذن الله. سيكون يعني فرع يليق باعضاء النادي الاهلي ويشار اليه بالبنان وعلى غرار المعقل التاريخي للنادي بالجزيره، وايضا فرع النادي الاهلي بمدينه نصر وكذا فرع الشيخ زايد. التجمع الخامس قريبا يعني صرح كبير وعملاق يضاف الى انشاءات النادي الاهلي والى صروح النادي الاهلي وتستمتع به عائله النادي الاهلي باذن الله. تم ايضا الموافقه على بدء توريد او اعتماد بدء توريد ملابس الرياضيه الخاصه ببراعم قطاع الناشئين لكره القدم، ووافق المجلس ايضا في هذه الجلسه المهمه على المقترحات المتعلقه ببرامج الانشطه الخاصه باحتفالات النادي الاهلي اللي بيحرص الحقيقه على تنظيمها كل عام في ذكرى انتصار اكتوبر المجيد. هناك العديد من الاحتفالات والفعاليات خلال شهر اكتوبر احياء وفخرا بهذه الذكرى الغاليه على قلب كل مصري، ذكرى انتصار اكتوبر المجيد باذن الله، وايضا اعتماد الاحتفالات والانشطه المتعلقه باحياء ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين. من الحاجات المهمه الحقيقه والمتعلقه بالانشاءات والطفره العظيمه اللي بتشهدها اللي بيشهدها المقر الرئيسي وفروع النادي في كل المجالات، تم تكليف المجموعه الاستشاريه شاكر بالاشراف على مشروع تطوير حمام السباحه الخاص بالتربيه والتعليم اللي النادي الاهلي له حق انتفاعه، ليستقبل على الفور اعضاء النادي الاهلي بالجزيره اللي بيرتادوا مقر النادي الاهلي فقط في الجزيره، نظرا ل يعني عدم قدره الحمام الرئيسي الموجود في الجزيره على استيعاب الاعضاء. فكان فلسفه المجلس وهو ايجاد مكان بديل هو حمام التربيه والتعليم اللي للنادي الاهلي حق استغلاله، ان شاء الله يتم تجهيزه على اعلى مستوى ويستقبل اعضاء النادي الاهلي بالجزيره. أيضا تم تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بإحلال وتجديد عدد ملعبين لكرة القدم لجيل صناعي لبدء طرحهم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. عملية الإحلال والتجديد مهمة جدا بالذات للملاعب النجيل الصناعي، وليبقى هذا الفرع الحقيقة من الفروع المتميزة بإنشاءاته وملاعبه المتميزة. أخيرا تم تكليف أيضا المجموعة الاستشارية الهندسية شاكر بالإشراف على تصميم وإنشاء المدرج الخاص بملعب 4 لكرة القدم الموجود في مدينة نصر أمام حمام السباحة. ده ملعب الحقيقة من الملاعب المتميزة جدا، وقطاع الناشئين يعني والإدارة بذلوا فيه جهد كبير جدا لتطويره لاستقبال المباريات الرسمية عليه الخاصة بقطاع الناشئين، وأيضا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. إن شاء الله سيتم إنشاء مدرج بمواصفات فنية دقيقة في ملعب 4 بمدينة نصر. أيضا المجموعة الاستشارية شاكر ستقوم بعمل الدراسات الخاصة بتقديم المواصفات الفنية لمحولات الربط الكهربائي بمقر النادي بالجزيرة. وعلى الرغم من هذه الظروف الحقيقة لكن العمل لا يتوقف في الجزيرة مدينة نصر في الشيخ زايد، وقريبا بإذن الله التجمع الخامس لتكون هناك منشآت وملاعب رياضية تليق بعائلة النادي الأهلي وبأعضائه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كل التوفيق للنادي الأهلي بجماهيره الكبيرة والعريضة، دائما النادي الأهلي في المقدمة ومصر الوطن الأكبر يجمعنا جميعا تحت مظلته. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا النهارده او بدايه اخبارنا النهارده، كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف موعد انتظام الدوليين في معسكر الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال ان لاعبه النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الوطني لكره القدم ينتظمون غدا في معسكر الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب اللي هي كانت النهارده، وكان قد خاض المنتخب الوطني ثاني ودياته مساء اليوم امام المنتخب الليبيري ضمن الاجنده الدوليه للمنتخبات الوطنيه. الاهلي ايضا يواصل تدريبات استعدادا للموسم الجديد،
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانو مساء اليوم على ملعب مختار التتش، واشتمل على فقرة في صالة الجيم، ثم قام اللاعبون بالإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقا للبرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد. وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في النواحي الفنية والخططية. ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش بعد غدا إن شاء الله. ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور ال 32 بدوري الأبطال الإفريقي. وأيضا الأهلي يخوض تدريباته على فترتين غدا. غدا إن شاء الله تمرين النادي الأهلي هيكون على فترتين. بيرسيتاو يخوض المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي إن شاء الله. بيرسيتاو يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع أو العشر أيام القادمة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مكسب كبير عودة بيرسيتاو من الإصابة. برضو يصل كل من علي معلول وأليو ديانج لاعبي الفريق الأول إلى القاهرة غدا بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبي تونس ومالي خلال الأجندة الدولية التي خاض فيها المنتخبين تجاربهم الودية. اتحاد كرة القدم أيضا بيعلن عن القميص الثاني للمنتخب الوطني. كابتن محمد بركات، ده أمام حضراتكم القميص أو التيشيرت الثاني لمنتخبنا الوطني. كابتن محمد بركات المدير أو المشرف على المنتخب الأولمبي بيقول لعيبة المنتخب الأولمبي متفائل بكم وأشم رائحة جيل واعد. كابتن محمد بركات زي ما حضراتكم عارفين هو المشرف على المنتخب الأولمبي في كل اختياراته. النادي الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا للانضمام لرجال الطائرة. أنهى الكوبي جارسيا إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. الحقيقة تدعيمات قوية في كل الفرق الرياضية سواء سلة أو طايرة أو في كل الألعاب. الحقيقة النادي الأهلي بيحاول أن دائما النادي الأهلي بيحاول أن هو يكون أو بينافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها في كل الألعاب. أخيرا شباب يد الأهلي يفوز على الزمالك. مواليد 2002 فازوا على نادي الزمالك 2002 28-27 في المباراة التي أقيمت اليوم، واستطاع رجال اليد لنادي الأهلي أن يفوزوا على شباب، طبعا رجال اليد أن يفوزوا على شباب نادي الزمالك. دي كانت أخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ سامي عبد الفتاح ثم الأستاذ عصام شلتوت في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، الله يخليك. استاذ محمود صبري ناقدنا الرياضي الكبير واستاذنا طبعا استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. منور الدنيا. لسه ما قلناش حاجه، لسه ما قلنا حاجه، لسه مركز معاك. ناقدنا الرياضي الكبير طبعا واستاذنا الاستاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ بخير يا كابتن، وحشنا كتير. ربنا يخليك يا استاذ سامي. ايضا ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، تشرف منور، ربنا يخليك كابتن. طيب خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال، وانا الحقيقه النهارده كنت بتكلم في قصه جدول الدوري العام المصري، لماذا لم يتم الإعلان أو لماذا لم تتم قرعة جدول الدوري العام المصري حتى هذه اللحظة من وجهة نظرك؟ على الرغم من الموضوع بسيط، ألم الناس نعمل قرعة الناس تبقى عارفة. وجهة نظري أنه عدد المباريات أو تقل المباريات بيفرق كتير مع المدير الفني. بداية الدوري لما لعب الأهلي خلاف ليفربول، لما ليفربول يلعب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام وتشيلسي، غير لما يلعب فرق تانية. طبعا فانا بشوف ان ليه، ايه اللي مأخر قرعه الدوري حتى هذه اللحظه؟ هو انا بتفق مع حضرتك انه الموسم اللي فات كان افضل نسبيا مع رابطه الانديه. نعم.
واحنا بنتمنى لهم طبعا المزيد من التوفيق. مظبوط. وده اللي احنا عايزين نشوفه هذا الموسم، انه يبقى البدايه واضحه ومحدده، بدايه المسابقه ونهايه المسابقه، والتوقفات على ضوء الارتباطات الافريقيه والدوليه تبقى باينه من البدايه. وبتفق معاك برضو كابتن اسلام في ايه اللي معطل اجراء قرعه المسابقه. لان دي على الاقل، على الاقل كما يحدث كل موسم بتعلن، وممكن يكون المواعيد نفسها بيبقى خاضعة للتغيير. اتمنى انه يكونوا هم بيحاولوا ان هم يضعوا جدول منتظم للمسابقه من البدايه، لان زي ما قلنا الانديه المصريه وبالذات النادي الاهلي عانى الكثير خلال المواسم الاخيره من عدم الانضباط وعدم انتظام المسابقه، وتضارب هذه المسابقه اللي هي اساس الكره المصريه مع الارتباطات الافريقيه الاخرى والعالميه. فبالتالي انا بتمنى ان يتم هذا في اقرب وقت ممكن، زي ما قلت حضرتك، لانه المدير الفني النهارده الانديه بتصرف كتير جدا على الاستعداد للموسم. ايوه. بالاتفاق مع مديرين فنيين وهكذا، فيجب ان يكون الصوره كلها واضحه من البدايه عشان المدرب يقدر يحط السيستم او النظام التدريبي والاحمال التدريبيه وفقا لهذا البرنامج. مظبوط. فنتمنى ان ده يتم في اقرب وقت يعني. طيب استاذ محمود اللواء ثروت سوينم عضو الرابطه امبارح او اول امبارح في تصريحات ليه قال ان القرعه هتكون قبل اسبوع واحد فقط من بدايه انطلاق الدوري، من وجهه نظرك ليه؟ سؤال برضو، سؤال مهم جدا برضو. هو كان يعني بالرغم انه الرابطه عملت موسم هنقول عليه مميز وهنشجعهم وندعمهم، لكن كنت شايف انه يبقى فيه فرصه انك انت تعمل حاجه مختلفه السنه دي، انك انت تفاجئ الناس بعد ما انتهى الموسم، انه خلاص يا جماعه ده احنا الجدول والقرعه جاهزه عندنا ومسكنه وثابته، وانا عندي جدول وعندي جدول وعندي جدول طوارئ وبالمواعيد. بالمواعيد. انت بتقول لي دلوقتي انا هبعت للاتحاد الدولي، اقول له يا اتحاد الدولي انا عاوز العب الدوري بتاعي وانا ما يعني منتخب مش بيشارك في البطوله. طب هتلعب الدوري ولا تلعب الكاس؟ برضه في كاس، قال لك برضه انا نستفتي الاتحاد الدولي، هل في امكانيه احنا نلعب الكاس كمان في توقف نوفمبر؟ دي قصه ثانيه هنتكلم فيها. انا بقول لك يعني انا بكلم يعني هو انت دلوقتي لا ممكن يقول لك الملاعب مثلا. انا لما سالت انا النهارده لما قلنا هنتكلم في هذا الموضوع اتكلمت مع عدد كبير من المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري، لقيتهم بيقولوا لا طبعا كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن. طبعا لما لاعب اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز وبتعمل بدري غير لما لاعب فرق ثانيه. فبالتالي ليه يعني ليه اشمعنى اسبوع؟ انا على فكره عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا بالصدفه شوف انت طرحت الموضوع، انا النهارده كنت بتكلم مع حد في اتحاد الكوره وسالت قلت له ليه جدول الدوري لغايه دلوقتي لم يتم الاعلان؟ ليه لما القرعه بتاع الموضوع شغل. ايوه كان المفروض يعني على الاقل ايه يعني مثلا خلاص معدى الوقت منتصف سبتمبر ودخلنا دلوقتي خلاص الشهر خلاص خلص كده، طب ليه ما يكونش على اول اسبوع؟ يعني في عندك اسبوعين والناس يعني خلاص الجدول ما يعني محسوم بطريقه ايه؟ هل هتعيدها بطريقه قرعه موجهه ولا هتعمل بطريقه اللي زي ما عملت؟ لا هو اتقال هتبقى حره، هتبقى حره، هتبقى حره وكده. فانا عاوز اقول لك ايه، انه من الحاجات الاساسيات اللي انت بتحافظ عليها انك انت زي ما انت برضو قلت يا كابتن واشرت لي ان الدورات الاوروبيه، ده عاوز اقول لك انه الدوري اللي جاي معروف معروف مش عايز ابقى كده اتمنى طبعا طبعا يعني عاوز اقول لك هي كانت فرصه بالنسبه يعني للاستاذ احمد دياب والمجموعه اللي معاه ان هم يعملوا الحاجه المختلفه. يعني ايه؟ انت خلاص تنزل بالبروجرام كله بتاع الموسم، الدوري وكان في كمان كاس الرابطه شكله هيبقى عامل ايه في النص، وكاس مصر عامل ايه وهنعمل ايه والدنيا وايه التغيير وايه الجديد اللي هتضيفه ولا ولسه، وكمان الحديث عن اللائحه الجديده والشكل والتحكيم والفار. يعني عاوز اقول لك ايه، في قصه كبيره جدا كان يتوجب ان هو يبدا العمل فيها والكلام فيها، خاصه انك انت بتسعى بعد ما الانديه عملت يعني على ما اعتقد موسم، انديه عملت موسم متوسط في انتقالات، في انديه عملت موسم كبير جدا، في انديه شافت ان هي محتاجاه 1 2 3 4، في انديه جابت تدعيمات بحوالي 8 إلى 12 لاعب. كمان انت ايضا لو كان لابد انك انت تكون سباق في انك انت تدي اشاره، لا انا عندي موسم مختلف، انا بعلن اهو
15 سبتمبر او 1/10 خلاص موعد اعلان قرعه المسابقه الدوري وشكل الموسم الجديد هيبقى ايه، وعندي جدول طوارئ انا محتفظ بيه لو حصل اي ظرف او لو الاتحاد الدولي وافق لي ان انا هعمل هكمل الدوري ازاي. طب لو كملت الدوري لو الانديه دي فيها لعيبه محترفين تلعب في منتخباتها في بطوله في المونديال هيبقى شكلك انت عامل ايه، ايه الموقف ايه بالنسبه لك، برضو من الحاجات اللي بتبقى موجوده. لكن خلاص يعني هو يعني ما يبدو انه قضي الامر، وانه بيقول لك خلال اسبوع زي ما انت قلت يا كابتن كده زي ما ترد عليا، لا ترد علي ترد علي قال لي خلال اسبوع هيتم عمل ايه القرعه واعلان خلال اسبوع من دلوقتي. خلال اسبوع من دلوقتي الاسبوع ده يعني خلاص يعني نرجو انه يكون التاخير ده بسبب اللي انا اشرت ليه اللي هو التاكد من المواعيد. ماشي يعني اعلان جدول بمواعيده تأكد جندات يعني لا يعني مش جدول جندات في القاريه والعالميه. انت فاكر في الجغرافيا زي لا عارف الخرائط، عارف الخرائط الصماء؟ لا كانوا زمان بيعملوا لنا خرائط لا. مش مكتوب عليها حاجه واحنا نكتبها. لا احنا عايزين جدول معروف وبالمواعيد عشان مش عشان احنا، عشان المدربين يعرفوا يشتغلوا والفرق تعرف تشتغل، وبرضه احنا كمان نبقى بنستمتع بالمشاهده يعني. ولا ايه؟ ولا انت عايزها صامته؟ والتاخير ده مش مفهوم يا كابتن اسلام بصراحه. يعني من بدري الدوله توقف في شهر اغسطس 30 يعني قدامنا شهرين مش عارفين في وقت يعني. حاجه غريبه جدا يعني دي مش مفهومه. ليه في ارتباطات منتخب اولمبي ومنتخب مزبوط. شباب منتخب اول واربع اهداف بتشارك في بطولات افريقيا لازم الحاجات دي كلها معروفه واضحه. ده واضحه حاجات كده وكل الحاجات دي متسكنه واضحه والجدول السكن من بدري يعني حصل الكلام ان هيكون قرعه مفتوحه وسهله ومش متاحه يعني مش هيبقى في توجيه وبعد وده على فكره ده الافضل يا استاذ سامي. ده الافضل طبعا. ايه سبب التاخير يعني حاجه تؤخذ على الرابطه؟ انا شخصيا يعني سؤال يعني بيوجه للرابطه يعني تؤخذ على الرابطه ان هو عايزين رابطه انديه محترفه لازم يكون فكر احترافي طبعا. الفكر الاحترافي لازم موجود على الترابيزه واحنا عندنا 7 مدربين اجانب دلوقتي غير المدربين الاجهزه الفنيه المنتخبات لازم يبقى عارفين هم بيشتغلوا ايه بيعملوا ايه. عايزين نطور الكره المصريه يعني محتاجه تطوير حقيقي على الارض بعد الاخفاقات اللي حصلت. وكمان يا استاذ سامي بعد اذنك كابتن اسلام انه ده يفيد المنتخبات برضه طبعا طبعا يعني أكيد. انت في الاول وفي الاخر عايز مسابقه كويسه او محترمه، لكن لما انت هتعمل هذا التنظيم الدقيق انت بتريح اللعيبه وبتنظم جهدهم تمهيدا لاشتراكهم بقى في المنتخبات الاولمبي والمنتخب الاول مثلا. احنا بنتكلم يعني بعد اذنكم اكن في اختراع جديد اسمه الكوره فعمالين ندور يا ترى والله صدق انا ازاي نريح المنتخبات. انا بنتمنى ان احنا نواكب العالم ما دام اكتشفنا حقل كره قدم عندنا نطلع منه بقى من الابار دي الكوره ونشوف ان عالم كره القدم عالم زمزم عالم زمزم. لا الحقيقه الموضوع ماسخ وفعلا كوميديا سوداء وناس طبعا كل واحد عنده شغلتين ثلاثة الله يعينه، لكن الرابطة عشان تبقى رابطة حزمة يعني لازم يبقى عندها حزمة تانية محترفين دي شغلتهم مش هم يقعدوا كل واحد يفيق علينا انه بيعرف يجيب مسطرة عشان يعمل عدد المباريات والتاني عشان يرسم لاعبة نقط مش عارف كام الاول التاني التالت الرابع. الموضوع الحقيقة يعني من مش قادر اقول من السخف بمكان لكن من التقليل من حجم كرة القدم بما فيه سؤال للفيفا هل يجوز ان احنا نلعب كرة القدم في اثناء مونديال هيتعمل في استثناءات بتحصل مستحيل مستحيل كابتن لا حصلت مستحيل يا كابتن. طب هتعمل ايه الدوري يقوم على فكرة المنافسة اللي هي فيها كل ضوابط المنافسة يعني ما ياخدوش من الاخبار جمال الزهيري ومن دار التحرير الاستاذ سامي ومن الاهرام الاستاذ محمود صبري وانا ممثلا مثلا للقطاع غير اللي هو غير القومي او
كده 24 الصحافه المستقله. ما انا بقول يعني لا ما كلكم مستقلين ما شاء الله، لكن الفكره في ايه؟ ان انت بعد كل ده هننافس بعض ازاي؟ وده عنده 2 لعيبه راحوا هيقول له بقى تعالى على ادخن 2 لعيبه عندك وشيلهم مثلا. احنا مش بنلعب شطرنج يا كابتن. ما هو ده السؤال اللي انا وضحته للاستاذ عامر حسين، هو ده اللي انا كنت اتمنى. وعلى فكره ان حد يقول كده يا كابتن يعني اسلام لا قد يكون هناك استاذ سامي، احنا مش قليلين. الدوري يقف زي ما يقف يا استاذ سامي. اجنده الكوره في كل العالم بالموسمين والثلاثه، وفي الدوري الانجليزي 4 تمام. انت بقى امتى تبقى على قدم وساق زي ما حضراتكم قلتوا مع منظومه على الاقل تساوي افريقيا حولنا؟ يعني انت لو سالت في اي بلد في المستوى بتاعنا في قارتنا احنا بس على الاقل، او في منطقتنا العربيه، هتلاقي الجداول اعلنت والكاس اذا كان باسم الدوله او باسم الساده الملوك والامراء حسب يعني بيبقى برضو موجود في الدول الملكيه. ده طبيعي جدا انه بيتعمل، وده طبيعي جدا انه بيتعمل. احنا لو جبنا برنامج زي ده من 30 سنه هتلاقوه بيقول احنا نتمنى ان الدوري يتعمل، ونتمنى ان احنا ننتظم، ونتمنى ان يبقى عندنا كاميرات، نتمنى ان عندنا دوري دائم المنافسه، ونتمنى ان الحكام يبقوا حكام عادلين، والنقد يبقى نقد، والحكم. خلي بالك احنا بنتكلم في الموضوع زي ما انت قلت وكاننا حاجه جديده. لا يعني هو جديد ولد دوري. بس هقول لحضرتك حاجه يا استاذ جمال، هي قد تكون يا استاذ عصام انه ان احنا ما فيش بلد في العالم بتخلص الدوري بتاعها 30/8. ايوه فبالتالي اه انت حاجه جديده يعني. خدوا اجازه مثلا مش قادرين يشتغلوا ولا بعد اسبوعين. اه دي جديده اللي انت فيه ده جديد، ان الدوري يخلص 30/8. مال ده يا كابتن؟ مال ده يا كابتن؟ ومال وضع الدوري؟ ما هو انا هقول لحضرتك، مش انت قررت ان الموسم الجديد يوم كذا اكتوبر؟ قالوا اه 15 او 16 كده. بص 15 او 16 ماشي حسب. انا معرفش مثلا يعني مثلا يا سيدي خليه 15 اما انا قلت لك كذا اكتوبر. ايه بقى اللي مضايقهم عشان خلصنا في 30/8 او 30/7؟ ايه اللي خلاهم يوم 36/7 ما عملوش الجدول؟ غريبه برضه. خد اسبوع ده انا بقوله واعمل الجدول. لا ما انا مش بقول لحضرتك. لا عارف هو ممكن كدا. يكون ايه البعض على فكره ده مش مسؤولين. انا لما جيت اتكلم قلت اشوف الموضوع اللي يهم برضه عدد كبير من الانديه المصريه. فكلمت عدد كبير من المديرين الفنيين فتقال لي طبعا ليه لا؟ ليه مش قبلها بيوم؟ مش قبلها بيوم؟ مش ليه لا؟ ده في خطوره يا كابتن على الفلوس. الفلوس دي انت مستثمرها في نجوم كره قدم، لا يمكن انهم يتدربوا اللي هيلاعب عيش غير اللي هيلاعب ام الخير، وبالتالي هؤلاء المديرين الفنيين اللي بندفع لهم بالعمله الصعبه، وكره القدم سلعه مكلفه، وبرضه في انديه زي النادي الاهلي بتقدر تكسب اقتصادياتها. فما ينفعش انت تحط الراجل على غماه. طب ممكن اقول لك حاجه؟ خد بس معلومه صغيره، خد معلومه. طب ممكن يكون هم اتاخروا عشان دلوقتي انت المطالب في الموسم الجديد انك تلعب مباريات بالنهار الساعه 3 العصر، في ظل المطالبات توجه الدوله انك انت دلوقتي هتحدد هيلعب ثلاث مثلا من عاوز تعمل تساوي، تمام، وعاوز تعمل مباريات 3 و5 و7، هيبقى اخرك كده. بص 3 5 7 مباريات 3. طيب عاوز ممكن يظبط هيلعب مثلا في اليوم كم مباراه؟ ممكن يلعب في الساعه 3 العصر 3 مباريات و5 يلعب 2. او ما انا بكلم هل ده اي ابلكيشن ممكن نبنه في مدرسه في مصاريف؟ اي ابلكيشن هيعمل له ده؟ ما انا لا انا بخفف بس الاول يعني عشان احنا يعني. انا بكلمك هل ممكن يكون ده هو السبب؟ خد دوري بقى المره دي. لا يعني هل دي هذا ممكن يكون سبب يعني عاوزين تكون لا هل ممكن تكون فوزير سبتمبر مثلا هنشوف برضه. لا بجد والله لا هو نفسي اصل هو في استطلاعات راي بقى الحبايب يجوز عشان نتكلم بصراحه مع الناس. ليه الحبايب هيخشوا في الحبايب؟ انت عايز تلعب الساعة كام؟ وانت عايز تلعب بكرة ولا الحد ولا الجمعة؟ حد وراه حاجة يوم الاثنين لو عندك ماتش حضرتك؟ لا لو كده مش هنخلص. كده مش هنخلص. امال هيكون ايه يعني؟ ما تقولوا لي ممكن الملاعب. حد ملا الملاعب مش راضية تلعب؟ يا جماعة حد يقول بس. هو لازم دلوقتي يحدد يا كابتن. اقول لك طب خليني اتفضل يا كابتن. انا بضحك على الكلام يعني اللي هو بيقول استاذ عصام. الملاعب قد يكون حتى هذه اللحظة، وده اتقال لي من بعض المديرين الفنيين، ان هناك بعض الفرق لم تحدد ملاعب، وبالتالي انا عملت القرعه ما بين اسلام وعصام، طلعت المباراه الاولى عند اسلام خلاص، الاثنين بيلعبوا في ملعب واحد استاد اسكندريه. بس اسكندريه اللي يفتكروا ان انا اي استاد يعني اي اكس من الاستادات استاد اكتوبر اي استاد في الدنيا خلاص، والاثنين بيلعبوا هتعمل ايه؟
هنحي استاد اكتوبر اخليه ده الناس بتعمل قرعه بره بالارقام لغايه ما فرق توصل. مش ما ده اللي انا قلته برضه. مش هيقدروا يعملوا الملاعب بالارقام وبرمزيه الحروف، اصل ما فيش حاجه ما اتعملتش قبل كده. احنا مش عايزين مخترعين. صح، برافو عليك. احنا مش عايزين مخترعين. ما ده اللي بقوله لك. اي حاجه حطوها في حتى يعني السبب مثلا هتطلع. عايزين نسمع بعض بس عشان هتطلع من الناحيه الثانيه. اي حاجه يحطوها في الخلاط هتطلع صح. 20 سنه واحنا في الفيلد ده كانت مباراه بتتلعب العصر. اوكي. كانش فيه مشكله خالص. كان الدوري 16 و18. لا كلهم كانوا بيلعبوا جمعه. بس كان ماتش او ماتشين اللي بيتذاعوا. ماشي. كانوا بيتعادوا على يومين. ما الكاميرات زادت. ايه المشكله يعني لو على دي الكاميرات زادت وعربيات الاذاعه زادت اسكو المحل نفس العدد يا استاذ سامي. يا مره الدوري وصل 18 ومره وصل 20. كان دايما الاجوان بتيجي ساعه صلاه العصر بتاع الاهلي. مصطفى عبد كابتن مصطفى يطلع و فضل مش شايف سبب للتكفير. انا الحقيقه ما عنديش فكره. انا قلت يمكن حضراتكم يبقى عندكم فكره. لا وزي هل يعني انا مثلا بقالي 40 سنه ولا 45 بلعب كوره او يعني كنت بلعب يعني لكن انا الحقيقه دايما لما كنت بسال هو ليه دايما بنستنى لغايه قبل الدوري باسبوع؟ في نقطه نظام هنا كابتن. اتفضل يا استاذ سامي. حصل ان فور انتهاء الدوري ان اتقال يبقى على دور واحد. لا لا ده اتحدد من زمان الوضع. ما دي حسن ما اتبقى المفروض. اتقال نفس الكلام السنه دي يعني. السنه دي اتقال انه دور واحد عشان كاس العالم اختيار شكل المسابقه يعني. بس دي حسمت. بس حسمت الانديه رفضت. فيعني الرؤيه هل هي واضحه بشكل دقيق ولا مش واضحه؟ لا هو في حاجه بقى غايبه عننا احتمال ان احنا في 100 سنه كوره يكونوا عايزين يعملوا مفاجاه. والله يكونوا عايزين يعملوا مفاجاه اللي زي عيد الميلاد يعني. فايه الجدول يعني يخش عليك بجدول على مصر. لا اللي هي التورته يعني التورتايه. والله ما ممكن احنا بنقول كلام يا جماعه. في ناس بتحترمنا وبتستنى نقولها كلام. مين اللي بنقول كلام؟ احنا بنحاول نجد كل الامور. انا بنحاول نخش في دماغ. اصل هي مش خناقه عشان الناس برضو كل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور اللي بيتفرج علينا بيتفرج عليكم جماهير من كل حته. لكن انا مش بتكلم ان هي مش خناقه. انا عايز اصل ان احنا لماذا لم يتم عمل القرعه حتى هذه اللحظه؟ ليه؟ هل هناك اسباب منطقيه؟ حضراتكم بتقولوا ان لا يوجد اسباب منطقيه. وبالتالي ده اسئله بنسالها للمسؤولين في الاتحاد المصري. واذا ما حدش رد بقى لا بيردوا. لا معظمهم بيردوا. لا وفايده ده ايه يا كابتن؟ ما اكدبش عليك يا استاذ عصام الفتره اللي فاتت دي اي حاجه بتحصل مرافعين السماعه وقالوا في واحد اثنين ثلاثه البعض منهم يعني بيتصل وبيتواصل. الحاج عامر حسين على فكره لو هو المسؤول تيقلي على الموضوع ده وبالتالي لا بيرفع السماعه وبيكلمني يقول لي يا اسلام ده في واحد اثنين ثلاثه والموضوع واحد اثنين ثلاثه ولو كده هبلغ حضراتكم برضو ايه اللي حصل في هذا الامر. وبالتالي انا بس كنت بحاول اوصل هل هناك شيء منطقي يخلينا نستنى قبل الدوري باسبوع؟ لا مفيش مسيق منطقي. مفيش حاجه منطقيه مش صح؟ مفهوم. اوكي بس بحيث لما يعني لما الناس تتكلم بس كل حاجه واضحه. الرؤيه واضحه الا اذا كان هناك امور برضو. اصل هو ممكن يجي يقول لي ايه هتفرق معاك انت في ايه كنادي اي اكس لا 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 بس لا ايوه بس لا تفرق مع كل تفرق مع كل الانديه. بيقرا الجدول المدير الفني بيقرا الجدول كويس. تفرق اصابات وتفرق منافسه. عارف منافسه هيحط هو وضع طبيعي. اشتغل انا بحاول اقفل كله انت فاهم. بحاول اقفل اشتغل بمين في الاول ومين اللي عايزينه يعني قوه الماتشات وتدرجها بالظبط. اوكي وده مهم جدا برضه يا استاذ سامي على فكره ان انت تعمل لنفسك بلان كمدرب انت هتلعب ازاي. ما انت هتمسك الجدول قدامك وانت عارف مستويات. لا انت عارف مستويات الفرق اللي هتواجهها. ايوه بالظبط. فلا بد ان انت كمان ما تقولوش ايه ما تفاجئوش. خلوا الاجانب يعني ما تفاجئش. حسبي الله ونعم الوكيل يا راجل. يعني الاجانب نفسهم بيتحاسبنوا على النظام الكروي يعني فيتوريا. طبعا يعني مش ممكن يعني فعلا مش ممكن. انت بتتكلم اولا ما يحدث هو يعني اساءه مصر لا لكن للكره المصريه يعني. يعني يا جماعه الناس دي بتيجي على هيبه وطله للبلد دي خاصه بعد اللي بيحصل فيها. والراجل بخ كان هنا وفي حضرة السيد الرئيس يقول كلام عن مصر يعني كلام يليق بمصر فعلا وان كادت ان تتوقف الرياضة في العالم لولا إقامة بطولة العالم لكرة اليد هنا والفقاعة تؤخذ لليابان كوبي بيست زي ما الشباب بيقولوا نسخة واحدة وتقام دورة الألعاب ويشكروا السيد الرئيس.
ما هو كرة اليد دي وراها ناس برضه ما بيقولوش ليه الساعة 3 والساعة 2 وعندنا كم صالة وعندنا كم فسحة الصبح ولا بالليل. وبعدين كل الحاجات دي مفروض العاملين في مجال كرة القدم وفي مقدمتهم الحاج عامر حسين اللي هو عارف كل الظروف، يعني مش حاجة جديدة بالنسبة له طبعا. هو يعلم تماما يعني أنا بحاول بس أن أنا أقفل الـ كل الأسئلة. لا من حقنا نتساءل يعني من حقك تطرح السؤال على فكرة برضو هي ليست خناقة يعني الأساتذة طبعا أساتذتنا وهم أدرى مني بهذا الكلام لكن هي مش خناقة هي يعني خناقة يعني خناقة معهود بخناقة يعني أن هو يزعل من كلامنا ليه هو كله ليه بيعرفش ليه ما أنا مش فاهم وحضرتك هو مش ممكن حضرتك تيجي في يوم من الأيام هم لغطوا على بس الاستفهام. طب هو دخل عمل علامة استفهام أنا ذنبي هو مش قادر يعني الشغلانة دي خلاص. هو حضرتك لو سمعت تصريح طالع من مؤسسة اتحاد كرة القدم وبعدين بعدها بيومين سمعت عكس التصريح اللي طالع الاولاني اللي طالع من مؤسسه اتحاد كره القدم وبعدين بعدها بثلاث ايام ولا باربع ايام لقيت ان الحل ظهر فجاه ان هو الحل الاولاني بس كان بطرق مختلفه. هل من الطبيعي ان انا لو سمعت تصريح وعكسه تصريح وعكسه عكسه بالظبط ايوه طبعا ان انا انتقد الاداء طبعًا. مش طبيعي طبعا امال ايه يا كابتن اسلام طبيعي مش طبيعي طبيعي يعني لما يتقال ان سيف الجزيري تم قيده لانه لاعب حر مين اللي قال الكلام ده يا فندم؟ اتحاد الكوره اتحاد كره القدم صح وحضراتكم حضرتك كتبت عندك الكلام ده يا فندم على لساني ولا على لسان اتحاد الكوره؟ لا على لسانه مهم. طيب لما طلعت بعد كده وقال لك ده بيستكمل العقد بتاعه اللي هو عقد الانتقال الاعاره ما انا اللي قلته ولا اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره صح يعني حضراتكم كلكم شفتوا دلوقتي لما يطلعوا يقول لك ايه؟ لا هو انتقال حر ولكن مش حر لا هو حر بس بقى ما لم يضر حر بس مش هو حر ما لم يضر ما لم يضر لا هو حر ولكن بماده في اللائحه اللي موجوده في الاتحاد الدولي لها تفسير ان هو يؤدي ان هو يتم قيده والله العظيم ده الكلام بجد يتم قيده كلاعب حر. طيب وطلعت ناس في اللوائح قالوا ان الكلام ده صح خلاص. طب يا فندم هو اسلام او حضراتكم اللي طلعتوا قلتوا ان هو حر من الاول وبعد كده رجعتوا قلتوا ان هو مش حر ان هو تكمله العقد والبتاع والمقاولين يطلع يرد ويقول كذا والمقاولين يقول لك انا هو احنا قلنا ولا حضراتكم انتوا اللي قلتوا هم اللي قالوا الكوره ده هل دي معناها ان انا لما اقول يبقى انا المفروض مني او المطلوب مني ان انا ما اتكلمش حضراتكم كنقاد رياضي ما تتكلموش نروح بقى يعني فكرنا يا كابتن اسلام باخفاء جواب الاهلي جواب الكاف اللي هو النهائي الافريقي استضافه ليه اللعب ده داخل اتحاد الكوره او الرابطه يعني لا هو اتحاد الكوره لا دي اتحاد الكوره مش رابطه فبالتالي يعني هذا الغموض في امور حساسه جدا ومهمه جدا بيفقدنا الثقه في القائمين هو ده اللي انا بقول ولسه ما فقدتش الثقه هو ده اللي انا بقول ده في قرار اخطر من الموضوع ده قرار اخفاء خطاب القيد ايقاف القيد لما قال عليه المهندس حسين قال نجحنا قال لك نجحنا في الاتفاق مع اتحاد الكوره صحيح في اخفاء خطاب القيد حتى تمر الامور ودي حاجه ده في حد ذاته قول فيها زي ما انت عايز دي في حد ذاته ده مش جريمه ده جريمه منظمه الاركان كان ومحتمل الاركان وكانت واجب على الجهات المسؤوله تحاسب ولكن من يحاسب استاذ محمود في قطر استاذ جمال علام رئيس الاتحاد ايوه اللي على فكره الناس دي للامانه اطهار بجد يعني اديهم نظيفا على فكره يا استاذ رصاد قبل ما حضرتك بس تكمل اي حاجه احنا بنقولها كلهم على فكره انا ما اقصد اقول حاجه لكن كلهم اصدقائي واخواتي انا عارف ان ده راينا يعني كلنا كده انا بضيف لكده كمان احنا قلنا حاجه احنا عايشين في قلنا يعني حاجه عايشنا. لا ده انا بضيف لكده كمان انا بتكلم نيابه عنا ان الجمهور يعني الناس دي فعلا بعيده عن اي شبهات في اليد لكن الاداء لما انت رئيس الاتحاد اللائحه تعطيك حق استبعاد المدير التنفيذي بل وترشيح اخر مش بس عمل اعلان مش لما يكون يملك القرار يا في قطر ما انا جاي لك اهو ففي قطر الناس بتتكلم عن ربما استضافه بطولات بروتوكولات اشياء من هذا القبيل استاذ جمال مع الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني فيفاجئ ان هم بيسموا المدير التنفيذي الامين العام هناك يعني فيقول له بس يعني
ناس يعني في مكتب الاستاذ رئيس الاتحاد القطري بس ده قالوا ان الامين العام كان موجود وقال ان كل الاشياء عنده هو مش عند البورد بتاع اتحاد الكوره. فيكتب مذكره هيعرضها على المجلس انه زعلان من ده. ايه ده؟ مين اللي يكتب مذكره؟ السيد جمال علان يكتب يا رئيس. يكتب في وليد هكتب مذكرة. هكتب في مذكره. كتب في مذكره. يقدمها. من ضمنها الحاجات الواضحه دي. قدمها لمين يعني؟ انت عاوز تقول لي انه الراجل بعد ما ثبت من خلال المستشارين القانونيين اللي اتبعتوا واضيف لك اللي كلفهم الوزير لجنه الشفافيه وتم حسم الموضوع لجنه الشفافيه والفساد وقال في ايوه احنا هنروح بعيد الناس كذا وتقول كذا كذا. انا بضيف واضح انا صح كلام انا معاك مسيطر لدرجه انه بيبلغ الاتحادات اللي حوالينا ان هو صاحب الحل والربط. مين هو اللجنه بتاعت لجنه الشفافيه يا استاذ جمال؟ مش طلعت قرار قرار نتيجه التحقيقات بالإدارة التنفيذية هي المذنبة وفي إدانة للإدارة التنفيذية مزبوط. انا هفترض حسن نوايا ان الإدارة التنفيذية دي بيرأسها المدير التنفيذي ومعاه عدد من الموظفين ماشي. يبقى في حد في هذه الإدارة هو اللي أخطأ. ان لم يكن المدير التنفيذي يبقى احد اطراف لا المدير التنفيذي المنظومة لا المدير التنفيذي ماشي يا رئيس ماشي محمود. انا بفترض ايه؟ انه القرار بتاع لجنة الشفافية طالع بيقول الإدارة، ما قالش المدير التنفيذي أوكي. قال الإدارة التنفيذية، والإدارة التنفيذية مكونة من رئيس رئيس مدير التنفيذي أو مدير ومعاه مجموعة طبعا. يعني على الأقل على الأقل لو أنا عايز أبرأ نفسي يبقى في حد غلط عندي عقبه ويبان العقوبة تعلن ردا على احتراما للجنة الشفافية. أنت بتديله مبرر. ايوه انا بلا انا بلا يا ريس. انا بدور على مبرر. هو بيدور على مبرر علشان يقول ان في يعني على الاقل هو يعني ايه اقنعوني اقنعنا بحاجه محدش بيرد ان في نتيجه محدش بيتكلم لهذه الادانه. والله الحقيقه معروفه يا استاذ كمل يا ريس. يا استاذ محمود انا مش بدور انا كجمال لا انا بدور ليها حل. يعني هو بيقول لك ليها حل يعني لها حل. لو انا المدير التنفيذي ومش هعترف ان انا غلطان عندي موظف غلطان رفادته في الاخر وهو مفيش حاجه حصل مفيش حاجه حصل يعني في الاخر المدير التنفيذي هو المسؤول تمام يعني. بس انا معلش انا هلبسها لحد هو اللي بيدير انا هلبسها لك. هو بيدور له على حل يا جماعه على حل من الخيال يعني. انا اللي بدور له بيقول له يا ابني ارجعك تاني كمان يومين. يعني هم كانوا يغلطوا في الكلام ده يا ريس. نتيجه الكلام ده ايه بقى؟ تكرار الاخطاء هو ده. ايوه حتى لو لم يكن خطا. اصل هو دلوقتي بيتقال لك ايه؟ ما هو احنا هو يا جماعه يعني ما اخطأناش خطأ. لا اخطأناش في موضوع الجزيرة. لو كان خطأ كان في سهو الخطاب. لكن لما يروح لمعالي الوزير خطأ. وده لا انا مش بتكلم على الخطاب دلوقتي. الوزير لما راح له الخطاب واللي خلاه يعني تأكد انه ده حصل. لان انا كنت اول حد او من اول اللي كلموه قال لا الجواب جاي كده. لما راجع الخطاب وقلت له انا برجوك تراجع الخطاب لا الخطاب جاي له من غير البند ده اساسا. فده مش خطأ السهو وكذا. لا ده مقصود مقصود. لا ده مقصود مش مقصود مقصود فعلا. طيب هنكمل كلامنا في هذه الامور ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع بقى يكون الجدول اتعمل ممكن يكون الجدول اتعمل صحيح وحد يبعت لنا. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هو الموضوع الثاني أساتذتنا كنت عايز أتكلم فيه مع حضراتكم وهو هل حضرتك الأول مع أن احنا نلعب كاس العالم أو نلعب الدوري نستكمل الدوري في وقت ما كاس العالم يبقى واقف زينا زي كل الدوريات في العالم ولا لا على اعتبار أنها قد تكون نهاية السنة الاستثنائية اللي احنا بنقولها كل سنة. انا عارف الاستاذ مصلح هيرد عليا يقول لي ما احنا كل سنة بنقول استثنائية بس ماشي السنة دي استثنائية بجد تبقى اخر مرة خلصت 30/8 وتبقى اخر مرة ان احنا ناخد حاجة استثنائية بحيث ان السنة الجاية انا اخلص الدوري في 5 خلاص ايوه وابدا في شهر 6 بقى او في 7 او في يعني الدوري الطبيعي اللي الناس بتشوفه عادي في وقته. بص يا كابتن لو في امكانية هو اللي انا اعرفه ان ده ممنوع اثناء كاس العالم حصل استثناءات لبعض لو هناك بعض الاتحادات او الدول لو هناك حد في حضراتكم يعني متذكر وقائع انا هقول لحضرتك أيوه. لو هناك يعني امل في وجود استثناء خلاص رابطه الانديه واتحاد الكوره
يتقدموا بهذا المقترح من وقت بدري يعني مبكرا. الايام دي المفروض يكون اترفع للاتحاد الدولي بالفعل. كان مين يا استاذ جمال هيعوض الانديه اللي لديها محترفين انديابهم لمنتخباتهم؟ مش فلوس يعوضهم عن المنافسه مكسوره الجناح. هي صعبه طبعا. ما انا بقول لك ده اولا لازم يكون بموافقه الانديه. اذا وافقت بقى هي حق. ايوه يعني انت عندك مرحلتين. المرحله الاولى ان الانديه نفسها تكون موافقه على هذا من خلال استطلاع راي الانديه اللي هم في الدوري الممتاز، لان ممكن انديه ما توافقش كتير زي ما انت بتقول كده استاذ عصام. لو وافقت يبقى في الخطوه الاخرى هي تصعيد هذا الامر الى الاتحاد الدولي. وايا كان انت المفروض تبقى زي برضو ما قال الاستاذ محمود، عندك سيناريوين. جدول انت مجهزه في حاله في الظروف الطبيعيه انه الدوري مش هيتلعب في الوقت ده. اوكي. بس انا بقى بصراحه مش موافق قوي على اقامه مسابقات بديله. يعني الكاس او اللي هي كاس الرابطه او الكاس. يعني انت بقى هتريح اللعيبه، ادي فرصه. شهر كتير قوي ان انا اريح شهر. لا ما هو انت برضه هيبقى عندك فرصه في وسط الموسم تلعب ماتشات وديه. اوكي. ممكن كل نادي يبقى مسؤول عن خطه اعداده، انما انك تلعب مرحله اعداد جديده دي. نعم. ده معسكر جديد ومرحله اعداد جديده. ما انت أيوة خلاص. ما انت يعني انت بص انطلقت كده وبعد كده رحت ايه؟ كل 10 ايام بيبقى مقابلهم اعداد. كل ما يعني مقابلنا لو انت مجبر على ده لازم تتعامل معاه بهذا الشكل. يلعبوا طيب بتاع الرابطه. بص يا ريس انا اقول لك حاجه. اصل يعني انا بحسها الانديه مش مهتمه بيها. لا يا ريس انت انا وجهه نظري انك انت خلاص يعني التزم بجزئيه انه كاس العالم دي بطوله الناس كلها تتفرج عليها وحدث تاريخ الناس بالسنه كل 4 سنين، لكن ممكن تاخد بطوله الكاس انك انت خلاص تقول كاس دي تعامل فرض تعالى كبارين يعني. كاس مصر. وانك انت ممكن كاس مصر تستثنيها في الفرص انك انت خلاص انا مع ده اكتر من بطوله يعني. بطوله يعني. اللي هي مرتبطه بالدوري اللي ايه اللي انتهى. لانك لسه انت هتفكر تقول هعمل كاس جديده في الدوري اللي هيبدا. فانت برضو عاوز تحدد ايه طرف برضو السوبر اللي جاي يعني ايه مين الحدوته رايحه فين وجايه منين. فاعتقد انه دي انسب اذا الاتحاد الدولي وافق لك. ليه؟ مباريات اقل وهتبقى فتره. لانه كده كده عاوز اقول لك الجمهور والناس كلها تركيزها هيبقى رايح على كاس العالم. يعني الناس كلها عاوزه تشوف الحدوته رايحه فين والترشيحات واختفاء نجوم وظهور نجوم جديده ولا ما فيش مواهب. يعني عاوز اقول لك ايه الحدث كبير. طبعا الحدث بتاع كاس العالم لازم تبقى مشغول. ده في برامج بتقوم على كاس العالم. لا طبعا. ما ليه؟ ما انا بقول لك ايه هو انسب حاجه بامانه شديده. صعب جدا تلعب الدوري عشان يكون مسابقه الدوري تستكمل في الوقت ده لانها تبقى حاجه نش. لكن بطوله الكاس شايف انه عدد مباريات هيبقى قليل جدا. مقبول انك انت ممكن تلعبها وتستثني في الحاله دي برضه. حتى لو كان في نجم ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هيروحوا مع يعني منتخبات على كاس الرابطة على الاقل. انت الاهلي مثلا لعب فيها السنه اللي فاتت بناشئين، الزمالك لعب معظمهم بناشئين، البيراميدز نفس الكلام، الفيوتشر نفس الكلام. وقلت فعلا هذا مقترح جاي جدا ولازم تتحط في اجنده الرابطه. اوكي. من دلوقتي يعني يكون هتبقى تبع الاتحاد بقى. الكاس تبع كاس مصر تبع الاتحاد. ويختاروا يحصلوا على كل اذونات من الاتحاد الدولي انه يلعب كاس مصر في الفتره دي، لان يعني وفرصه كمان المنتخبات ان هي تتجمع. المنتخبات بتاعتنا ان يشتغلوا معسكرات. الاجهزه الفنيه تشتغل معاهم فنضرب عصفورين بحجر. ايوه. كاس مصر مع تجمعات المنتخبات انما الدوري صعب قوي. الدوري صعب قوي ان يخرج العناصر. لا صعب جدا تلعب الدوري في التوقيت ده. يعني مدفوع فيها ملايين مش هيبقى ايجابي يعني. بخارج المنظومه بتاعت الانديه والمنافسه تضعف طبعا. وكل نادي له حق في المنافسه. يعني هقول النهارده المنافسه بتبقى على 4 مراكز. بطل الدوري ووصيف الدوري الثالث والرابع عشان المشاركات الافريقيه. مظبوط. فده كله محتاج
العناصر الموجوده والاجهزه الفنيه صحيح تكون شغاله، من سيتحمل؟ صحيح. فكاس مصر مقبول جدا ويتلعب في انا بشوف برضو ولا كاس مصر بصراحه يعني استاذ اسامه. انا موافق على برضو انه كاس الرابطه، كاس مصر برضو مسابقه تنافسيه، لانه مسابقه بتتحط في الرانك، لكن كاس الرابطه واذا كانت عشان ما تخلصش بسرعه يخليها ذهاب وعوده، ما دي فائده الاجندات، يشوفوا عاوز في الشهر ده عشان اللعيبه تفضل على الفيزيكال فيتنس بتاعها وتفضل على استعدادها نوعا ما، وفي النص تجمع كل اسبوع للمنتخب حاجات محرومين منها من زمان. لكن جنب كاس مصر معلش، لانه دي برضو مسابقه بتخش في الرنك ما ينفعش تغيب فيها. ما ذنب نادي اشترى عقود لاعبين كبار صحيح صحيح علشان يقدر يصنع بيهم يعني، هي في الاخر طبعا امجاد لكنها بقت ترتبط باقتصاديات، وكل عمال يقول لك اقتصاد ومكسب، وده حقيقي فعلا. انت بتكسعم بقى اللي هو بيعمل ده وما بيقعدش يقول معيش، وما بيقعدش يستدين، وما بيقعدش وما بيقعدش، وبيوفر كل حاجه، وعنده فيجن وعنده رؤيه اقتصاديه وفنيه. ايه بقى الرساله اللي انت عايز تقولها له؟ احمد زي الحاج احمد؟ ما ينفعش. هي لو هيلعبوا وقدروا يحصلوا هو كاس الرابطه ومطعمه ممكن بخمس ناشئين مفيش مشكله، وفي نفس الوقت ذهاب وعوده حسب يعني عدد المباريات اللي تحفظ لكل فريق ما تبقى منه نجوم الدوليين لو ذهبوا مع منتخباتهم. تحفظ له بس ايه؟ انه ما يرجعش يبقى محتاج زي ما محمود قال فتره اعداد من اول وجديد. بس نقطه نظام هنا يا كابتن اسلام، انا راس بيه كاس مصر البطوله اللي لم تستكمل من الموسم الماضي، ما هي البواقي. البواقي صحيح، ما هي بواقي الموسم اللي فات. والبواقي الفضلات الكازيوم فاكر زمان. اتفضل يا استاذ. فضل 22 اوكي، دي فرصة كويسة جدا ايوه تنهيها. تنهيها في فترة المونديال، و يعني ونشيل من على كتفنا، بتخفف على الأندية، لأنك انت بعد كده هيبقى عندك جدول مزدحم جدا ما بين تصفيات الامم الافريقيه والمنتخبات، وما بين كمان الانديه رايحه جايه، مباراه مسبوع دوري ابطال افريقيا ورايح جاي وكده يعني. خلي بالك برضه السنه الجايه، بس ده السنه الجايه هيخش عليك الدوري السوبر الافريقي ده حتى الان يعني، انا لم يكن هناك حتى هذه اللحظه اي تاكيدات بهذا الامر، لسه رسميا لم يتم بس بنسبه كبيره اتقال انه الموسم بعد القادم كمان، مش ده يعني اللي جاي، مش ده الموسم اللي بعد القادم. اوكي. طيب خلينا بقى ننتقل الى النادي الاهلي. النادي الاهلي خلال هذه الفترة معلش عشان اتفضل. طب ما احنا عارفين ان كله هيقف في كاس العالم، لكن هل هناك في دول حصلت على اذن؟ في فريق حد والده جه خده من المدرسة يقوم مثلا؟ لا، في الفرق الدوري الالماني هيقف شهرين، مش هيقف شهر واحد، شهر راحة إجبارية عادية وشهر في كأس العالم مثلا. الدوري الإنجليزي نفس الكلام، عشان الدوري الإيطالي نفس الكلام، لكن وفي وقت على الرغم من كأس العالم إيطاليا مش هتشارك في كأس العالم، بس مش هتلعب، ولكن عندها كتير في الدوري رايحين مع منتخباتهم، فبالتالي ده هيتم إيقافهم. أما الدوري الأمريكي مثلا ما عندوش مشكله خالص، ده فاني جيم، ده دوري تسويقي، ده كانك رايح السيرك، بس هو دوري صغير، هو مش صغير، بس في الاخر هو في استثناء حصل يعني، لا استثناء لان هم بره الحكايه. لا الدوريات دي بدأ من بدري يا كابتن اسلام، فبالتالي يعني انت بره الحكايه برضو. لا كابتن داخل على الدور الثاني للاسف، هم اللي بيخلوا شكل الكره المصريه كده، لكن احنا بعيد قوي عن امريكا لعبه كوره لمجرد انه ده ميزان. طب مين تاني يا شباب؟ بس قولوا لي لما توصلوا يعني لمين الدوله اللي تم استثنائها مثلا، او خدت استثناء من الاتحاد الدولي لكره القدم انها تلعب في وقت كاس العالم، قولوا لي. اعتقد مصر مره حصلت. لا انا رايي ان هو انت تتعامل مع هذا الموسم مش على انه استثنائي، تتعامل معاه على انه حاول تظبط الجداول بتاعتك اصلاحي. حاول ما يرضخش بس اصلاحي لاي طلب، بس ما ينفعش دوري. بس دوري اصلاحي يعني، ده التعبير اللي قاله الاستاذ سامي. اوكي، اللي هو ان انت بتصلح تلعب الدوري بس تصلح الدنيا، تصلح الدنيا شويه على قد ما تقدر. على فكره انا متخيل ان ده قصد الاستاذ عامر حسين والله في التصريح بتاعه. انا متخيل ان هو ده قصده، ان يا جماعه بس برضه حاجه مثلا النادي الاهلي
انا مثلا النادي الاهلي ليه؟ لانه النادي الاهلي علي معلول. نعم علي معلول مسافر تونس ان شاء الله يعني. وإليو ديانج لا إليو ديانج الماني لا ما راحش. علي معلول علي معلول واحد من المفاتيح الكبيره للنادي الاهلي. هل علي معلول النادي الاهلي هيسكت ويسيبه يسافر؟ الجزيري والمسلوسي مع تونس، الجزيري والمسلوسي مع نادي الزمالك تمام مثلا. صحيح كويس ان حضرتك فكر. هل نادي الزمالك هيسمح بكده؟ فقصدي ان هل من الممكن الانديه اللي طالع لها لعيبه زي دول سواء اهلي زمالك او غيرهم هل من الممكن ان هم يوافقوا؟ ده اللي هنشوفه بقى خلال الايام القادمه. عشان كده انا استغربت من التصريح بتاع الاستاذ عامر حسين، لانه لكن في نفس الوقت هو دوري الاصلاح او دوري اصلاحي زي ما حضرتك بتقول، اللي هو ازاي نعدل الشاسيه بتاع العربيه. ايوه لو عمل كده يا كابتن اسلام هيجي يقول لك ايه؟ الله طب ما انا مديك قايمه فيها 30 هتوقف لي على واحد؟ لا مش هينفع. كمل زي ما قال لك ايه؟ هنعمل الكاس بدون الدوليين زي ما لعب الكاس بدون الدوليين. انا بكلمك اهو، هيقول لك ايه؟ زي ما عملت الكاس بدون الدوليين ولا لك يلعب. ما هي مرتبطه باللي انت يعني عاوز اقول لك ايه؟ لو انت جيت ناقشته في الجزئيه دي قالوا ان الانديه وافقت، ما لو الانديه وافقت راينا بقى خلاص ماشي. هيشوف هو وضع هل هو هيوافق له؟ وبناء على ما في، لكن ده كله ما يمنعش قد تكون هناك انديه. ما انا بكلمك ده كله ما يمنعش، لو كده خلاص ده كله ما يمنعش انك انت ايه؟ ما تعلنش جدول المسابقه. كان لازم تعلنه وانت محدد عندك جديده. اصل احنا بنقول كلام ونقول لك ايه بلان بي وبلان سي ودي، وانا نفسي اشوفهم عاوز افهم يعني ايه اصلا. طب عندنا احمد بلان بس احمد جواد. لما انا بكلمك يعني انا عاوز اقول لك ايه، كلام حلو بيتقال على الترابيزات قدام الشاشات حلو، التطبيق في الواقع ان انا اروح طالع لك ايه؟ طالع اقول لك اتفضل خد اهو انا قررت وحسمت خلاص، وافق ولو وافق اهو، موافقش اهو، لو حصل عملنا كذا خلاص. يبقى انت راجل ايه؟ طول الفتره دي كلها انت مشغول باعداد شكل الموسم الجديد بتاعك ومرتبه، وبتقول خلاص احنا حطينا رجلين على الطريق من فين؟ الناس اتفقلت لما الدنيا راحت عند الرابطه، وكل الترتيبات اللي بتتم في الدوله ان الرابطه تاخد كل حاجه خلاص. خليني اقول لحضرتك حاجه، خليني اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. رئيس الاتحاد الجزائري قال ان هو هيحاول يجيب رئيس رابطه الانديه الجزائري عبد الكريم ادوار، قال ان هو خد استثناء ولا ما خدش؟ هيحاول يعملها. قال احنا قررنا ان احنا نكمل الدوري ولكن نحطه بعيدا عن الادوار المتقدمه في كاس العالم. كاس العالم ممكن يلعب مع التمهيدي صحيح. ليه مباريات المجموعات يعني. وقال ان يبقى ده كده بعيدا عن الادوار المتقدمه. ده كده لان الناس دي علاقتها طبعا بالمؤسسات القاريه والدوليه متواصله اجيال ورا اجيال، مش اللي وديناه قطع رجل الباقيين عشان ما حدش يروح وراه ولا بعده. احنا لينا الراجل اللي هناك يا عم. ما هو خلاص بقى قلنا بقى ان هو بيقول بكره تشوف يا ناكر خيري، فما فيش امداد خلاص قطع عليك خط الامداد كله واقف على الاوفسايد. لكن الناس دي على طول ممتده تعاملهم مع الجهات، فيبقى هو كده السيد ادوار عشان مصلحه بلده رقم واحد طبعا طبعا، لان الدوله بتقف سبورت، وانا شفت ده بعينيا سبورت سبورت. وحسب رويترز مثلا الدوري الصيني مستمر. ما انا بقول لحضرتك يبقى هو استشاف الصيني استشاف كده انه بدا ياخد راي، فبقى راي المنظومه الدوليه العب في الادوار التمهيديه يا استاذ جمال. العب في الادوار التمهيديه، لان برضه هم مسوقين يا جماعه. مش معقول شعب 110 مليون يبقى مشغول بحاجه وهم بايعين تلفزيونات. ده بيبيعوا بالنفر يعني. بيتوقع كل بيت كل سطوح في كم واحد في المبيعات، لكن احنا هنا مش بتوع بيع ولا شراء بتاعتلي. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في يعني اخر 10 دقائق في الحلقه، ونقدر نتكلم سريعا عن النادي الاهلي. ما عندناش اخبار كتيره تخص النادي الاهلي، ولكن في النهايه اعتقد الشكل العام بيدي تفاؤل للجمهور الاهلاوي. انا عجبني جدا اسلوب العمل من خلال الفتره اللي فاتت، الاسلوب اللي هو بيتبعه كولر. يعني واضح جدا ان هو كشخصيه شخصيه مدرب عارف هو بيعمل ايه، ويعني ناوي ان شاء الله على حاجه كويسه. بدليل ان هو عامل نظام طبعا اليوم الكامل او التدريبات صباحا ومساء، ومهتم باللياقه البدنيه وارتفاع المعدل، ده مهم جدا. وانا بعتقد انه في نهايه فتره الاعداد هيكون عندنا مكسب كويس قوي لكل اللعيبه اللي بعدوا شويه عن مستواهم
في الاسابيع الاخيره من الموسم اللي فات، فبعتقد انها تكون بدايه كويسه بصرف النظر بقى عن الماتشات الوديه ويعني مش هنتكلم فيها لانها كمان لم تذاع يعني. هنتكلم في ايه احنا ولا يعني حتى ولا النتائج تفرق، المهم ان هو بيكون بيكون فكره كامله عن كل اللعيبه وكل اللي اتكلموا عن كولر بيقولوا، حتى السويسريين او الاجانب يعني. النهارده كنت مستضيفين اللي هو رئيس نادي سويسري جراسهوبر ده اتعامل معاه، فهو بيقول لك ان هو بيمتاز ان هو اهل للثقه مع اللعيبه، يعني بيحب بالظبط ان هو يقرب من اللعيبه، وده مهم جدا لان ده هيغير اداء لعيبه كتير جدا يعني. أوكي. عندهم اصلا الامكانيات الفنيه وكل حاجه، ممكن يكونوا بعدوا شويه بسبب الارهاق والكلام ده، انما انا بعتقد انها تكون بدايه كويسه للنادي الاهلي. استاذ محمود، لا في الامر كابتن يبدو مختلف بالنسبه لكولر. اوكي. يعني من خلال المتابعه مختلفه في ايه بقى؟ ان الراجل مهتم بتفاصيل صغيره جدا. بالظبط. يعني مثلا بتعمل جلسه استشفاء ودخل عليك، وهو لازم يتابع بنفسه على فكره، ما بيسيبش يعني مساعدين. اوكي. هو اللي دخل. ايوه طبعا. أوكي. ودخل ليك ماسك موبايل وانت بتعمل، دي مشكله بالنسبه لك كلاعب، مشكله كبيره جدا. في تحذير مره واثنين والثالثه يبقى في عقاب عليك، عقوبه على طول، ما فيش وقت، ما عنديش، ما تهزرش، ده ملهوش مكان في الحدوته، انت كده في شغل، فما تاخدش معاك موبايل وتحط دوره ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الحاجات التحفيزيه اللي بيعملها، اللي هيسجل هياخد، هنعمل حاجه كويسه تلقاه بيكافئ لعيبه كده مع نفسه. دي برضو من الحاجات اللي هي ايه، اللي هي التفاصيل، التفاصيل دي بيقرب يقرب ويهزر، لكن ايه، لا شخصيه صارمه. انا على المستوى الشخصي اتمنى له التوفيق. اتمنى له التوفيق، وهي عنده بدايه صعبه جدا مع الاتحاد المنستيري، واللي ما يعرفش الاتحاد المنستيري بنقول له انه ده تاني الدوري التونسي الموسم ده، خسر الدوري بفرق نقطه عن الترجي، فمباراه في غايه الصعوبه، ثلاث مباريات الوديه اللي هم شغالهم هيلعب بكره مع نادي الطلايع، تدريجيا برضو كان اختيار موفق انك تبدا واحد تبدا اثنين فتبدأ بالثالث. فاعتقد انه دي برضو هتكون جهزت شويه، لكن لسه عاوز اقول للجمهور يا جماعه لسه ما تاخدش قرارك وما تتسرعش، زي ايه اللي بيحاول مثلا يحكموا على فيتوريا مثلا مع المنتخب، هو شايف ماتشين فعاوز يقول لك ايه القرار، ان الراجل ده الناس دلوقتي بتقول لك ده ما عندوش فكره، ده احنا اصطدمنا خدنا. لا، كولر جرب في كل المباريات اللي فاتت على فكره، كان بيلعب شوط بفرقه وشوط بفرقه، يعني ايه، بيجرب بيشوف كل الناس اللي معاه المكانات عشان يبني التصور، ولسه في ناس عندك ما جهزتش، لكن في التفاصيل والكواليس اللي جوه لا، في شغل بيتم، في عمل كبير، توفيق ربنا ومسانده الجمهور في اللحظه اللي هيظهر فيها الاهلي في اول مواجهه رسميه مع بتاعها هتكون مهمه جدا طبعا، وطبعا انك تحقق نتيجه في مباراه الذهاب في تونس هتبقى برضو شيء كويس جدا على مستوى الارض، هيديك دفعه معنويه تبني عليها، زي اللي عمله مش عاوز اقول فايلر، يعني فايلر لما جت بدايته مع كاس السوبر بالظبط وفاز بيه 3-2 بعد مباراه من اروع مباريات الاهلي، حصل فيها اصابتين في البدايه وكان في اتعرض لاصابتين في اول ربع ست ساعه قلبين الدفاع، لكن عاوز اقول لك ايه، لا في شغل. مش عاوزين نبالغ، عاوزين مسانده ايجابيه، عاوزين دعم، اللعيبه نفسها اكيد حاسه بانه الامور لم تعد تحتمل، لانك انت خلاص عندك مباراه دور 32 مباراتين في دور 32 وموسم هيبدا، وبعد كده عندك مواجهه في كاس السوبر في دبي هتكون او في العين، هتكون في من الحاجات المهمه جدا طبعاً، اللي جمهور الاهلي بيترقب طبعا يترقب الاطلاله طبعا في استاد الهزاع مزاي، فاعتقد جمهور الاهلي كله مترقب مواجهه ظهور الاهلي، وناس كتير جدا زعلانه وكان نفسها تشوف المباريات، بس قولوا يا جماعه دي وجهات نظر للمدير الفني بيحاول يحافظ على مش احنا يعني ما لهاش يحافظ على لعيبه، الراجل بيحافظ على ماتشات كوره، يمكن كابتن اسلام بيحافظ على شغله وبيعمل بيعمل مباريات تدريبيه لسه يعني المساله لسه فيها شغل وفيها عمل كبير جدا بيتم على المستوى الارض بيتم، لكن الظهور الاول هيبقى قدام الاتحاد المنستيري اكيد، الناس كلها مشوقه اكيد، ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله باذن الله هيكونوا حاضرين، ان شاء الله بيعملوا مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. استاذ سامي، انا شايف ان كولر
جه في وقت مناسب جدا. لا عفوا هستعمل تعبير انه مع فريق مريض يعني اصابات كثيره جدا، اللعيبه بعيد عن مستواها، الناشئين شكلهم مذبذب، محتاج شغل تقصد. فيعني الفرقه محتاجه شغل كتير، بطولات ضايعه، فيعني كل ده سلبيات كانت في رصيد قدام كولر اول ما جه، ويعلم ان في المدرب اللي قبل منه سواريش ما خدش فرصه، فبالتالي هو شغله كتير جدا، شغله في الفتره اللي فاتت كان كتير فعلا ودقيق، انه يقعد مع اللعيبه يتكلم معاه بشكل فردي، صح الله، تفاصيل صغيره ومهمه بالظبط. كل حاجه دي حاجات مهمه جدا انه يبني فريق من اول وجديد. الاداره وقفت معاه وقفه ايجابيه جدا بالتدعيمات اللي حصلت لوصول الى استعاده بطولات. الاهلي يساوي بطولات، الاهلي يساوي بطولات طبعا، يعني ده قناعه الجماهير ومش هتنازل عن كده. فبالتالي انا شايف ان الشكل العام مع كولر لم تتضح تفاصيله بعد، ولكن في شغل في بيبقى فيه علامات يعني. على فكره يا استاذ سامي امس حاجه كمان، في شغل ومفيش كلام، دي مهمه، دي المهمه. الله عليك، دي مهمه جدا. صحيح، اتفضل. يعني بالتالي الراجل شغال وعارف الثقه المهمه اللي ملقاه عليه وعلى كاظم عاون. فانا شايف ان الاهلي هيكون في هذا الموسم مختلف كلياتا، خاصه مع عوده المصابين، جيش فرقه بالكامل يعني في كشف المصابين، ان شاء الله يعني يبقى موسم مميز جدا للاهلي. طيب، ببطولات اهم حاجه ان شاء الله. استاذ عصام، الاهلي هذه عاداته، يعني اذا كان كل فاصل من السنوات بيحصل دروب يعني، او شويه زي ما قال كده برد يؤدي ربما لنزله تقيله شويه، بيتعافى جدا. لكن حسنا فعلت الاداره انها رجعت تاني للاغلاق والعمل لتحقيق نتائج وتحقيق المقولة التاريخية للنادي الأهلي، المدرجات لها كل الحقوق في الفرحة، لكن عليها أن تصبر على العمل يعني. طبعا، مش لازم كل شوية أقول لك، لأنه طبعا في دايرة كده بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأن الشعار جمهور الأهلي هو حماه، فمحدش بيقدر يقفلها. والحمد لله الأهلي، وإحنا كنا بنقول كده في الموسم اللي فات، إذا ركب إسكواد او استكمل السكواد بتاعه، لانه استاذ سامي قال حاجه مهمه، في جيش جرار كاد ان يفقدوا النادي الاهلي من نجومه الاساسيين. ايوه، فتره الراحه اعادتهم ما شاء الله، يعني حاجه تانية خالص. والراجل بقربه الاحترافي من اللاعبين، وانت اشتغلت مع النوع ده من المدربين اللي هو مبتسم ولطيف، وفجاه انت مين انت مين قبل الخط وبعد الخط. انا بقول لك انت مين، الله عليك. وبالتالي لما يقول لك انا عندي صفقات زي كهربا، زي بيرسي لو طلع من اصاباته، لو عندي فلان بقى صفقه، بيعتبر ان هناك صفقات جديده، بيصبر لغايه لما يشوف الشكل الاساسي حتى للصفقه اللي عايز يستقطبها من خارج النادي. لا، في عمل احترافي على الارض، في عمل نتاج جهد الاداره والجزء الفني هيبان كويس قوي. اعتقد ان في مباراه اضافيه بعد المباراه الثالثه، لانه هيحب يلعب بعض الاساسيين والعائدين الدوليين، يعني مباراه بقى اللي هيحط فيها كل ما هو تكتيك علشان يبدا الموسم مع اتحاد مانشستري. وما علمته يعني ان بيقول للاعبين يعني انه احنا مش فاضيين نسمع حد، ومش فاضيين ندور على اي حاجه اضافيه غير ان احنا نشتغل. فريقه هو فريق مفعم بالبطولات، واعتقد ان اتقال له ان البطولات فرض عين، ولا يمكن للاهلي ان يمر موسم من غير الدوري حتى لو كان خد البطولات الدوليه والقاريه يعني. لا، في نتاج العمل ده اتصور انه مبشر،
النتائج بقى طبعا في علم الغيب سبحانه وتعالى، لكن في الاخر النتائج او المعطيات تؤدي الى نتائج. مين يقدر يقول غير انه ده رايح ان شاء الله في طريق عودة النادي الاهلي؟ ما هو النادي الاهلي ما ينفعش الا ان يكون عائدا، وده شوية اللي مخلي الجمهور يمكن بيزعل حتى مننا احنا باعتبارنا قريبين وفخرين من النادي الاهلي، ان احنا مش قادرين نقول له مين، لكن بنأكد له ان لازم مزيد من الثقه في الاداره. مزبوط. التي تعد ولا تخلف، يعني في صفقتين في صفقتين بس حتى الان الخطيب فقط ومن معه هم الذين ما عنديش معلومه يعني بصراحه. انا بقول لحضرتك هم الذين يعرف، لكن اكثر حاجه اللي عندي ان في ثلاث صفقات متاكدين بالظبط، ان احنا متاكدين انه ده اوان خلاص ربما الوصول او حجز الطيران يعني. فابشر خلاص هي هانت 10 اكتوبر ميعادك مع فعلا مفاجاه، بس مفاجاه بجد مش زي جيراننا يعني. يا رب ربنا يسهل ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال، شكرا جزيلا يا استاذ محمود، شكرا جزيلا يا استاذ سامي، شكرا جزيلا يا استاذ، شكرا كابتن اسلام. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره في تمام الساعه 11 وحلقه جديده الساعه 10 بكره الساعه 10 معلش بكره الساعه 10 ان شاء الله في حلقه جديده من البيت. ما تنساش الجدول شكرا جزيلا.